بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا في حضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. النهاردة الحقيقة أهم حاجة هنتكلم عنها، النهاردة هنتكلم طبعا عن كل ما حدث من فنيات وكل الأمور الفنية واللي حصل امبارح في الجزء الثاني من هذه الحلقة، ولكن ماذا قالت الصحف العالمية على هذا الافتتاح المبهر للغاية؟ الافتتاح المبهر للغاية، افتتاح رائع، الكل أشاد بالافتتاح. ما فعلوا المصريين أمس الحقيقة في افتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، الكل أشاد بهذا الشكل وبهذا، على الرغم من أن البعض قال أن الحفل قصير، ولكن قالوا أن حفل قصير ولكن مركز ومبهر للغاية، مركز ومبهر للغاية. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين دي صور من الحفل امبارح. أنا الحقيقة لم يسعفني الحظ أن أنا أتفرج على الحفل على الهواء مباشرة، لما روحت بالليل بقى واتفرجت على الحفلة الحقيقة فخور جدا بأنني مصري، حاجة رائعة وحاجة جميلة جدا جدا جدا. المصريين لما بيعوزوا يعملوا حاجة بيعملوها، المصريين لما بيحطوا في دماغهم حاجة عشان يعملوها بيعملوها. زي ما حضراتكم شفتوا الكل أشاد بهذا الافتتاح، الكل أشاد بما حدث أمس، الحقيقة مظاهر للفرحة، مظاهر للنظام أثناء المباراة أو قبل الدخول في المباراة، ونظام أثناء المباراة، نظام في حفل الافتتاح، نظام ما بعد المباراة والخروج من الاستاد، حاجة كانت ممتعة في كل شيء، حاجة كانت رائعة. الكل فخور بما قدمه شباب المصري في هذه الاحتفالية الرائعة الحقيقة، ومش عايز أذكر اسم مسؤول، لا، كل المسؤولين من أول رئيس الجمهورية لغاية أصغر حد موجود، كل الحقيقة بذل مجهود كبير جدا جدا عشان تظهر هذه الصورة أمام حضراتكم. البداية بقى مع الصحف العالمية، هنعكس الأمور النهاردة وهنتكلم أو هنبدأ النهاردة برنامجنا بماذا قالت الصحف العالمية على حفل الافتتاح. صحيفة أس الأسبانية أشادت بحفل الافتتاح ونشرت خبر بعنوان بحفل افتتاح مبهر، مصر تنقل الصورة للعالم، صورة مختلفة للعالم عن القارة السمراء. وقالت الصحيفة عبر موقعها على الإنترنت أن حفل الافتتاح شهد تقديم بعض الاستعراضات والفقرات الفنية المستوحاة من التاريخ الفرعوني والفلكلور المصري والذي استخدم خلالها الألعاب النارية وأيضا التكنولوجيا الحديثة، والتي أظهرت الحفل بصورة مختلفة عن حفلات الافتتاح في السابقة للبطولة الأهم في القارة السمراء، كما أبرزت الصحف فوز منتخبنا على زيمبابوي بهدف تريزيجيه. أما صحيفة لوموند الفرنسية أشادت بحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 ونشرت خبر بعنوان كأس الأمم الأفريقية عرض لمصر السيسي. وقالت الصحيفة أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانعكس هذا على حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية. أما صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أبرزت فوز منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية، وصحيفة ميرور الإنجليزية أيضا اهتمت بفوز منتخبنا الوطني على زيمبابوي بهدف نظيف ونشرت خبر بعنوان صلاح يحافظ على هدوءه في فوز مصر على زيمبابوي في افتتاح كان 2019. أما هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أشادت بحفل الافتتاح واهتمت بفوز مصر على زيمبابوي ونشرت خبر بعنوان مصر المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا تهزم زيمبابوي في مباراة الافتتاح. أما من موقع بليتشر ريبورت نشر صور من حفل الافتتاح لبطولة الأمم تحت عنوان كأس أمم أفريقيا تصل القاهرة وسط حفل افتتاح يبهر العالم. أما صحيفة الجارديان البريطانية حفل افتتاح الذي يقيم في استاد القاهرة الدولي بدا مدهشا في ظل أجواء مظلمة وأرض تضيء بثلاثة أهرامات ضخمة وآلاف الهواتف المحمولة لنقل هذا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما موقع جول العالمي قال عظيمة يا مصر، افتتاح يسحر العيون، أشاد فيه بحفل التنظيم المبهر. أما موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصر تبهر العالم مع افتتاح كأس الأمم الأفريقية، حيث قال أن البطولة الأهم في القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزا ومبهرا وخطف أعين العالم مستحقا الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم. دي حاجة
الحقيقه حاجه كلنا فخورين بهذا الحفل وكلنا فخورين بهذا الشكل اللي ظهرنا بيه. الشباب المصري الحقيقه حاجه تفرح وحاجه تدعو للفخر. كلنا فخورين جدا بما حدث امس، كلنا سعداء جدا جدا بالشكل اللي احنا ظهرنا بيه. الرئيس امبارح حتى بعد نهايه المباراه عمل حديث اتكلم فيه على ان من الممكن جدا ان يكون هذا النظام هو النظام المتبع في مباريات الدوري والكاس القادمه ان شاء الله في البطوله المحليه، في البطولات المحليه الدوري والكاس والسوبر المصري. ان شاء الله هذه البطولات ستقام بنفس النظام اللي احنا شايفينه ده، وبالتالي بشرى ان قد يكون خلال الفتره اللي جايه اذا الامور مشيت بشكل جيد ان شاء الله ان الجمهور يعود مره اخرى مع بدايه الموسم القادم الى المدرجات. وهو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده اللي احنا عايزين نشوفه، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. ان شاء الله الجمهور يعود مره اخرى الى المدرجات. طيب، حفل افتتاح مبهر، وبالتالي لازم نروح نشوف تقرير عن هذا الحفل وماذا قالت الصحف العالمية. زي ما قلت لحضراتكم كل الصحف العالمية تحدثت عن الإبهار اللي موجود في حفل الافتتاح، حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، وماذا قالت الصحف العالمية في هذا التقرير. أبهرت مصر العالم بأسره في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، أثبتت للجميع بأنها قادرة على تنظيم كبريات الأحداث العالمية بكل احترافية. أفردت وسائل الإعلام العالمية والعربية مساحات واسعة للحديث عن حفل الافتتاح الذي نال إعجاب الملايين من عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم. وصفت صحيفة آس الإسبانية حفل الافتتاح بالمبهر، قالت إن مصر قدمت حفلا رائعا يليق بسمعة وتاريخ بطولة عريقة مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، كما تقام خلال فصل الصيف لأول مرة. أيضا صحيفة الجارديان البريطانية تناولت أيضا حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي وصفته بالمدهش، مشيرة إلى الجهة المنظمة لحفل الافتتاح الذي قدمته بشكل محترف ورائع للغاية وسط استعراضات رائعة قام بها فريق العمل وسط الألعاب النارية. سارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على نفس النهج وقالت إن حفل الافتتاح شهد العديد من الاستعراضات المميزة واصفة الحفل بالمذهل. عنونت صحيفة المنتخب المغربية حفل افتتاحي بعبق التاريخ، قالت على الرغم من أن حفل الافتتاح لم يتجاوز مدته عن 20 دقيقة إلا أنه أبهر الحاضرين والمتابعين عبر الشاشات الصغيرة، خاصة في ظل استخدام رائع ومميز للأضواء والألوان بجانب الأغنية الرسمية للبطولة متجمعين التي أحياها ثلاثة مطربين هم المصري حكيم، الناجري فيمي كوتي، والإيفوارية دوبي. أضافت الصحيفة بدأ الحفل بمجسمات للأهرامات الثلاثة أحد عجائب الدنيا السبع في ملعب القاهرة مع توزيع للأضواء ومجسمات لنهر النيل والصحراء مع استخدام الألوان المعروف بها القارة الإفريقية، ثم خروج كأس إفريقيا من أحد الأهرامات. كما شهد الحفل فقرات استعراضية مبهرة ومتميزة تعبر عن قارة إفريقيا واستخدام مبهر للألوان والإضاءات. أما صحيفة النهار الجزائرية فكتبت حفل افتتاح عالمي لكان 2019، وقالت شهد حفل افتتاح منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الذي أقيم بملعب القاهرة الدولي مشاهد رائعة وصور في غاية الجمال. تم خلال حفل افتتاح الكان التي ستقام بمصر التعريف بالثقافة المصرية على وجه الخصوص والثقافة الإفريقية عموما، في حين قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن حفل الافتتاح كان مبهرا اشتمل على عروض فولكلورية عكست الحضارة المصرية القديمة. قالت صحيفة الجزيرة السعودية
إن مصر قدمت حفلا افتتاحيا ضخما امتد لنحو نصف ساعة، ارتكز على عرض ضوئي ضخم وألعاب نارية أحاطت بثلاثة أهرامات توزعت على أرض الملعب، كما غصت مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 75 ألف شخص بآلاف المشجعين الذين رددوا هتافات مصر مصر مصر. أيضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني أنفانتينو قال حضارة مصر ملهمة واستاد القاهرة له سحر خاص وافتتاح كأس إفريقيا مبهر. الحقيقة كل الناس الحقيقة بتتكلم عن الافتتاح، وهذا الافتتاح الرائع جدا الحقيقة، والكل اللي بيتكلم عليه بمنتهى النجاح والإبهار والفخر لنا كمصريين أن نظهر بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. من زمان جدا جدا كلنا كنا بنتكلم وكلنا كنا بنقول يا جماعة المصريين لما بيعوزوا يعملوا حاجة بيعملوها. الكلمة دي لما كنا بنقولها الناس كانت تقعد تبصلنا كده، يعني تقول لنا ازاي، لكن هذه هي الحقيقة. زي ما حضراتكم شفتوا كل اللي حضراتكم شفتوه امبارح بأيدي الشباب المصريين، كل اللي حضراتكم شفتوه امبارح استاد القاهرة ده، كل حاجة حصلت في استاد القاهرة بأيدي الشباب المصريين. الشباب المصري لما بيكون عنده قيادة فاهمة وحط في دماغها حاجة هم كمان بيحطوا في دماغهم اللي عايزين يعملوه وبيظهر بهذا الشكل وبهذا المستوى. بعيدا بقى عن كل الكلام اللي بيتقال، الشباب هو عماد هذه الدولة خلال الفترة القادمة، ويجب أن نكون كلنا الحقيقة خلف قيادتنا السياسية والقيادات الرياضية اللي موجودة في كل أماكنها، عشان الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا. سويسري جاني أنفانتينو قال أو أبدى سعادته بالتواجد في القاهرة على هامش حضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقال إن هو بيكون دائما سعيد بالتواجد في إفريقيا حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة. قال أيضا حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذي يمتلك سحر خاص، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية في القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استثنائية بعدما شاهدت حفل افتتاح مبهر لبطولة ينتظرها الجميع لما تضمه من منتخبات بمستوى متميز. أيضا قال أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير. الحقيقة النهاردة وانا بتكلم او احنا بنتكلم عن بدايتنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم في ايه، الحقيقة اتكلمنا او انا ومجموعة العمل اتكلمنا ان احنا عايزين نتكلم اكتر عن المشاهد اللي حصلت في استاد القاهرة. المشاهد اللي لو كنا شفناها برة كنت هتلاقي الفيديو ده بيلف العالم كله، بيلف الفيسبوك وبيلف في كل حتة ويقولك اهو شايفين اليابانيين بينظفوا ازاي، شايفين الاندونيسيين بيعملوا ايه، شايفين اللي مش عارف الشباب بعد ما بيخلصوا المباراة بيقلبوا اهو. الشباب اللي امام حضراتكم ده دول شباب مصريين، محدش قال لهم اعملوا كده، محدش قال لهم اعملوا كده، هم من نفسهم شافوا ان بعد المباراة الحتة اللي هم قاعدين فيها محتاجة ان هي تتنظف، عملوا ايه؟ وكلها حاجات زي ما حضراتكم شايفين، ده صندوق ازازة ازايز مية بياخدوا وحطوا فيه كل اللي حضراتكم شايفينه ده، الورق اللي مرمي على الارض، حاجه مرميه كده، حاجه مرميه كده. ايه اللي هيحصل لما يتم الاشاده بهذا المنظر وبهذا الشكل وبهذا الفيديو زي ما حضراتكم شايفين كده؟ هل لو كان الشعب الياباني الشقيق مثلا عمل كده كنت هتلاقي الفيديو ده ياه يقول لك الشباب المصري يتعلم، الشباب المصري يعمل. طب ما هو عايزين الفيديو ده يلف في العالم كله، الفيديو ده يلف في العالم كله. الله، اشمعنى فيديوهات اليابانيين والاندونيسيين والمش عارف اللي كلهم طبعا بلاد محترمه وجامدين جدا وفوق دماغنا من فوق، ولكن الشباب المصري زي ما حضراتكم شايفين، الشباب المصري، الشباب المصري بينظف وراه، لقوا حاجات مرميه وحاجات معموله وبتاع مشال وحط. يعني انا هنا في الاستوديو لقيت حاجه واقعه، مع ان بلاقي دايما الاستوديو نظيف، الاقي حاجه واقعه هاخده احطها،
حاجة محترمة، حاجة جميلة جدا جدا جدا. يجب أن تتم الإشادة بمثل هذه الظروف، بمثل هذا الشكل، بمثل هذه الناس. هو ده، هي دي النوعية اللي احنا محتاجينها، هي دي نوعية الشباب اللي احنا محتاجينها خلال الفترة اللي جاية، هي دي نوعية الناس اللي احنا عايزينهم الفترة اللي جاية. الناس اللي مركزة جدا في شغلها، وفي نفس الوقت الشباب خايف على بلده، مركز في شغله جدا جدا جدا، ولكن في نفس الوقت خايف على بلده، خايف على الكرسي الجديد اللي اتعمل، خايف على شكل الكراسي الجديدة وشكل استاد القاهرة اللي اتعمل. حقيقة يستحقوا يعني 100 سقفة، 100 سقفة الحقيقة لهذا الشباب الرائع الواعد. يعني أنا كمان شايف إن السيد الرئيس برضو النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد، قال أنا فخور بهذا النموذج المحترم للشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع. أدامكم الله نعمة على هذا الوطن. بالفعل أدام الله الشباب نعمة على هذا الوطن، زي ما حضراتكم شايفين كلهم شباب، كلهم ناس حتى لو كانوا شغالين في الاستاد، حتى لو دول شافوا شغلهم أو أعضاء من اللجنة المنظمة ولا حاجة شافوا شغلهم وبعدين لقوا حتة ينظفوها، ما ينظفوها إيه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ هل اتقال عليهم اصل دول وحشين، اصل دول كخة؟ بالعكس، الكل بيشيد بكل هؤلاء الشباب. والحقيقة زي ما بقول لحضراتكم ان هم دول الشباب النموذج لكل الشباب المصري. الشباب المصري لما بيعوز يعمل حاجة بيعملها، الشباب المصري لما بيفكر في شيء بيعمله، الشباب المصري لما بيخاف على بلده بيعمل اكتر من كده. حاجة جميلة جدا جدا جدا. انا بشكر هؤلاء الشباب وبشكرهم على هذا المنظر الرائع، وكالعادة الحقيقة الشباب المصري بيبهر العالم. هقول كده وحطها في عين أي حد بيتكلم في هذا الموضوع، هحطها في عين كل واحد بيقول أصل الشعب الياباني الشقيق بيعمل كذا، الشعب الأندونيسي، كلهم شعوب محترمة وشباب العالم كله شباب محترم، ولكن زي ما بتشيدوا بالشباب اليابانيين والاندونيسيين وكذا وكذا، انا شفت فيديوهات كده كتير الحقيقه في ملاعب كتير، من حق الشباب المصري ان تتم الاشاده بيه. تحيه كبيره لحضراتكم، على الاقل علمتونا حاجه او عرفنا منكم حاجه تستحق ان احنا نقول ان شبابنا قدها وقدود. لما يتحط في اي ظروف، لما بيتحط في اي ظروف بيثبت قد ايه ان هم ناس عندهم المقدرة على ان هم يشيلوا المسؤولية بجد بجد، مش كلام. انا مبسوط جدا وسعيد جدا وفرحان جدا الحقيقة. من امبارح بقول لحضراتكم انا ما اتفرجتش على حفل الافتتاح على الهواء مباشرة لان كنت مع حضراتكم هنا على الهواء، اتفرجت عليه بقى لما روحت. بجد حاجة مبهرة، حاجة جميلة. يعني الاحساس اللي حضرتك حسيته وانت في الاستاد او انت قاعد بتتفرج، انا حسيته بالليل الساعه 2 3 بالليل لما قعدت اتفرجت على حفل الافتتاح. حاجه جميله، حاجه كده تخليك مبسوط وسعيد، ونمت من زمان الواحد ما نامش وهو مبسوط وسعيد كده، كاني لعبت ماتش وكسبنا فيه 10 وانا اللي عامل ال 10 تجوان، مش ان اللي انا اللي جايبهم. بالنسبه لي انا كباك او اي باك، اللي بيعمل الجون بالنسبه لي او بالنسبه لاي باك رايت او باك ليفت، لما بيعمل جون بالنسبه له دي بتبقى سعاده كبيره. طبعا لما بيجيب جون بيبقى سعيد وكل حاجه، ولكن عشان الباكات ما بيجيبوش جوان كتير يعني، فان احنا نجيب الجون او ان احنا نعمل جون فبالنسبه لنا سعاده كبيره جدا جدا. احنا عملنا كسبنا امبارح العالم كله 100-0 بهذا الشباب، او 75,000-0. 75 متفرج كانوا متواجدين امبارح في استاد القاهره، قدموا مثال للتشجيع المحترم، للتشجيع الحر، للتشجيع المثالي اللي احنا محتاجينه خلال الفترة اللي جاية. جمهور محترم، حفل افتتاح محترم، كل شيء امبارح الحقيقة عدى على أكمل وجه. نتمنى إن شاء الله إن البطولة تكمل على خير. طيب، لو الأجواء دي بتفكركم ب 2006، لا، عايز أقول لحضراتكم إن الأجواء الأيام دي أفضل كمان من 2006. الأجواء الأيام دي أفضل من 2006 لأنها فيها نظام أكبر، محدش بياخد التذاكر ويبيعها، محدش بيضحك على حد وياخد التذاكر أم 100 جنيه يبيعها ب 1000 جنيه، الكلام ده ما بيحصلش خلاص. الكلام ده انتهى. الكلام اللي بيحصل إن أنت عايز تذكرة، عايز تجيب تذكرة تخش على موقع وتعمل بوك أو تحجز علشان تاخد تذكرة تخش بيها المباراة بالفان أي دي بتاعك. حاجة محترمة،
حاجة جميلة. خلينا نطلع برضو نشوف تقرير عن الجماهير المصرية عن حضراتكم، نشوف هذا التقرير ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. لن ينسى أحد ما حدث في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006، حيث حققت البطولة التي أقيمت على الملاعب المصرية وقتها نجاحا باهرا من الناحية الجماهيرية أو الإدارية أو حتى الفنية داخل الملعب، وذلك من منتخبات قوية نافست عليها بشراسة، إلا أن مصر صاحبة الأرض والجمهور كانت لها الكلمة العليا، حققتها بجدارة واستحقاق. الجمهور في بطولة عام 2006 كان مثاليا بشكل غير مسبوق، الكل كان على قلب رجل واحد، ليس هناك فرق بين ألوان قمصان أندية، لا صوت يعلو فوق صوت مصر الذي كان يهتف الجميع باسمها دون النظر لانتماءات، بل وتواجد بقوة في المدرجات الأسر والعائلات، بالإضافة للعنصر النسائي الذي كان له طلة بهية، ما أضاف للمدرجات بهجة وجمالا فوق جمالها. وفي وقت ظن الجميع فيه أن سيناريو الجماهير في 2006 لن يتكرر مرة أخرى، لكن مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي كان نسخة مكررة من هذا الحضور الجماهيري العاشق لبلاده. ورغم غياب الجماهير عن مدرجات الكرة المصرية في مختلف بطولاتها لأسباب مختلفة منذ عدة سنوات، إلا أنها بدأت تعود تدريجيا في الآونة الأخيرة، بينما كانت عودتهم في المباراة الافتتاحية للكان قمة في الروعة والجمال والرقي من شعب مصر المتيم بحب كرة القدم، الولهان بمنتخب بلاده صاحب الرقم الأكبر في الفوز والتتويج بالبطولة السمراء. مما لا شك فيه أن هناك مفارقة ثابتة في بطولتي 2006 و2019 هي أن مدرجات البطولتين خلت من أي روابط معينة لجماهير نادي بعينه، بل اعتمدت المدرجات المصرية اعتمادا تاما على الأسر والعائلات ليتسارع الجميع من أجل مساندة منتخب الساجدين دون أي ميول أخرى، خاصة أن غياب العائلات والأسر عن المدرجات في السنوات الماضية كان بسبب خوفهم من حدوث أي حالات شغب، إلا أن عودتهم مؤخرا أضافت لمدرجات الملاعب رونقا وجمالا في ظاهرة نتمنى أن تستمر في ملاعبنا خلال السنوات المقبلة. بعد هذا الحفل الافتتاح المبهر الحقيقة، كان هناك طبعا مباراة الافتتاح ما بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي امبارح، واحنا مع حضراتكم هنا وكلمنا عن المباراة من الناحية الفنية. النجوم اللي كانوا موجودين معايا الحقيقة البعض قال ان هناك ايجابيات كثيرة، او الحقيقة الثلاثي اجمع على ان هناك ايجابيات كثيرة، ان الفوز بثلاث نقاط هي اهم هذه الايجابيات، ولكن كان هناك بعض السلبيات. هل ده معناه ان الناس، هناك بعض السلبيات بالفعل، ولكن هل ده معناه ان الناس تكسر في المنتخب؟ الناس تبتدي تقول بقى اصل المنتخب ده مش هيكمل، المنتخب ده مش عارف ماله، المنتخب ده يا جماعه معلش اعذرونا شويه في هذا الكلام، لانه لازم نقوله لحضراتكم الكلام ده. ان اللي لعب كوره عارف ان مباريات الافتتاح دائما ما بتكون مختلفه، مباريات الافتتاح دي بتبقى فيها غالبا ما بيحصل فيها مفاجاه، غالبا ما بيحصل فيها مفاجاه، ما بالك بقى ان جمهور 75 ألف متفرج، ولأول مرة في استاد القاهرة منذ سنوات طويلة جدا منتخب ده يلعب، منتخب مصر يلعب في استاد القاهرة وبهذا الشكل، حاجة جميلة جدا. نجيلة اتغيرت تماما، كل حاجة اتغيرت في استاد القاهرة، رئيس الجمهورية قاعد بيتفرج عليك، رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الوزراء موجود، وزير الشباب والرياضة موجود، رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الأفريقي، الكل متواجد بيتفرج على المنتخب، ونفسهم وأملهم إن المنتخب ده يفوز، وبالتالي ده بيحطك تحت ضغوط عصبية كبيرة جدا جدا جدا. امبارح الحمد لله ان احنا كسبنا 1-0،
نبتدي نقيم أداء منتخبنا من المباراة القادمة. هناك بعض السلبيات وبعض الثغرات اللي كانت واضحة جدا لمنتخبنا وقلناها بمنتهى الحب وبمنتهى ان احنا عايزين المنتخب يوصل للمباراة النهائية وياخد هذه البطولة. لكن ان احنا بقى النهاردة انا شايف نغمة كده بتكسر شوية في منتخبنا وبتكسر وتقول اصل المنتخب مش عارف ماله والمنتخب في بعض السلبيات، ولكن عندك منتخب قوي. تريزيجيه ظهر ب 40-50% من مستواه، محمد صلاح 30-40% من مستواه، النني 20-30% من مستواه. الناس دي لما تصل لمستواها الطبيعي الطبيعي، المحمدي كمان وايمن اشرف لما يصلوا للمستوى اللي الناس بتأمله منهم الامور هتتغير تماما. صدقوني المنتخب ان شاء الله قادر على ان هو، مش عايزين نسبق الاحداث، ولكن هناك حالة كده انا مش شايفها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي ومن البعض، الكل جاي يقول لي اصل المنتخب عمل ماتش وحش. طب رجعوا كده لكل مباريات الافتتاح اللي لعبها منتخبنا الوطني، او مش منتخبنا الوطني، اي منتخب في بلاده وهو بيلعب مباراة افتتاح لبطولة امم افريقيا بيبقى عامل ازاي. ابتدي قيم المنتخب من المباراة القادمة. كسبنا ثلاث نقط وقلنا لحضراتكم ايه هي السلبيات وايه هي الايجابيات في مباراه امس. خلينا بقى نبص لمباراه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، مباراه مهمه جدا جدا خصوصا بعد هزيمه النهارده منتخب الكونغو من اوغندا، من منتخب اوغندا بهدفين مقابل لا شيء، وهنتكلم بعدين بقى عن منتخب اوغندا. لكن منتخب الكونغو منتخب الحقيقه هنشوف وهنتكلم عنه فنيا في الجزء الثاني من هذه الحلقة، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن فوز منتخبنا الوطني على منتخب زيمبابوي بهدف محمود حسن تريزيجي. حقق منتخب مصر الفوز في مباراة افتتاح النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية التي تقام بملاعب المحروسة حتى 19 من يوليو المقبل. تمكن منتخب الفراعنة من هزيمة نظيره الزيمبابوي بهدف من دون رد سجله محمود حسن تريزيجي قبل نهاية الشوط الأول، ليحقق المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى. ورغم أن الفوز جاء بهدف وحيد على عكس ما توقع الجميع، إلا أن تحقيق الانتصار في ضربة البداية دائما ما يكون له عوامل إيجابية كثيرة، من أهمها منح اللاعبين دفعة معنوية قوية في قادم المباريات التي يسعى خلالها خفير أجيري المدير الفني لمنتخب الساجدين لعلاج كافة أوجه القصور وعلاج سلبيات حتى يظهر المنتخب الوطني بصورة أقوى وأفضل تمكنه من حصد اللقب والصعود لمنصة التتويج ورفع الكأس الثامنة في تاريخ أم الدنيا. بجانب النقاط الثلاث التي تمكن المنتخب المصري من حصدها عبر الفوز بالمباراة، فإن هناك بعضا من الأرقام التي خرج بها الفراعنة من اللقاء على رأسها أنه الانتصار التاسع للفراعنة على المنتخب الزيمبابوي في تاريخ مواجهات المنتخبين مقابل انتصارين لزيمبابوي وأربع تعادلات في إجمالي 15 مواجهة جمعتهما. كما أنه بخسارة زيمبابوي فإنه يصبح المنتخب 17 الذي يخسر أمام الفراعنة في افتتاحية لقاءات الأخير بكأس أمم إفريقيا، حيث خاض الفراعنة 24 مباراة افتتاحية لمشواره في أمم إفريقيا، انتصر في 17 مباراة كان أخيرها أمام زيمبابوي وهزم في 5 مباريات وتعادل مرتين. كما أن تريزيجي قد افتتح شريط أهداف البطولة ليضع اسمه خامسا في قائمة مصرية ضمت 4 لاعبين قبله نجحوا في تسجيل أول أهداف البطولة في نسخ سابقة، وهم رأفت عطية في عام 1957، محمود الجهري في عام 1959، علي أبو جريشة في عام 1974، أحمد حسام ميدو في 2006. ايضا الانديه الاوروبيه اللي بيلعب فيها محترفينا الاربعه امبارح الحقيقه تهنئ المحترفين بعد الفوز على زيمبابوي.
غرد حساب نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الملك المصري محمد صلاح يشارك في فوز مصر بنتيجة 0-1 على منتخب أو 1-0 على منتخب زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية. حساب الأرسنال كتب بداية ناجحة لمصر والنني في كأس الأمم الإفريقية، تهانينا لمحمد. أما نادي قاسم باشا التركي نشر صورة لمحمود حسن تريزيجيه مع جملة كأس أمم إفريقيا. أما نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي فغرد عبر تويتر تهانينا لحجازي والفراعنة الذين حققوا انتصارا في افتتاح كأس الأمم الإفريقية. نروح بقى لأخبار منتخبنا الوطني. طيب قبل ما نتكلم عن أخبار منتخبنا الوطني، بما أننا بنتكلم عن الجماهير، عايزين نعرف برضو رأي حضراتكم فيما حدث أمس في حفل الافتتاح وفي مباراة الافتتاح. نشوف حضراتكم، عملنا تقرير كده مع حضراتكم نعرف رأيكم في حفل الافتتاح ومباراة الافتتاح. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. أول حاجة الأداء المنتخب كان فوق الرائع، ممتاز جدا. أما التنظيم ما شاء الله عليه كان حاجة محترمة وحاجة مشرفة لمصر كلها. بالنسبة للأداء المنتخب كان بالنسبة لي أنا كان رائع، وبداية إن شاء الله بداية قوية وربنا يوفق المنتخب إن شاء الله. محمد صلاح كان أول كان هيجيب جول كان ضاعت منه، كانت حاجة تزعل الناس. طب أنت شايف إن مصر هتكسب البطولة دي؟ إن شاء الله. وماتش الجاي بقى تتوقع مين اللي يغلب بقى، مصر ولا أوغندا؟ مصر. هو الاداء يعني مش مطلوب قوي بالنسبه للمباراه افتتاحيه، كان اهم حاجه 3 نقط فاخدنا 3 نقط، لكن المستوى هيزيد اكيد. يعني انا راجل تربيه رياضيه وفاهم حمى البدايه الاولانيه ديت لازم هيحصل فيها المشكله ديت. يعني شفت التنظيم امبارح ازاي وحفل الافتتاح؟ كان رائع طبعا، يعني حاجه مبهره للعالم كله بصراحه، يعني حاجة كانت تشرف مصر فعلا. يعني لا، هو امبارح كان المنتخب كان بيتسم بالفردية، كل لعيب عايز يظهر نفسه بس، كانش فيه لعب جماعي. لو هنبتدي نلعب اللعب الجماعي بتاعنا هيبقى شكل منتخب مصر حاجة تانية خالص. يعني مفيش كرة من غير جمهور، فجمهور كان رائع ومستوى عالي جدا، ما حصلتش مشكلة واحدة ولا كلمة واحدة. يعني انا شايف تنظيم اكتر من رائع، وشايف ان الجمهور طبعا كان على درجه عاليه من الوعي، وهو ده جمهور الكره المصريه وهم دول المصريين. مصريين وقت الالتفاف حوالين المنتخب او اي شيء بيجمعهم بيبقى فعلا بيظهروا بالشكل الرائع اللي يناسب مصر ويناسب الكره المصريه، وان شاء الله يبقى في اداء احسن الفتره الجايه. انا بعتبر ان امبارح ده كانت خطه لسه جس نبض، وان شاء الله فمنتخبنا في اللي الاحسن والافضل، والبطوله من نصيبنا بامر الله. احنا بنهنئ انفسنا والقياده السياسيه على التنظيم الرائع، وانا بصفتي رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب انا جاني يعني يمكن برقيات تهنئه من جميع الاخوه الزملاء في الدول العربيه بالتنظيم الرائع اللي موجود ده والانبهار اللي حصل. ده طبيعه الشعب المصري وده طبيعه الانسان المصري اللي بيتحدى وبيتحدي بنفسه وبيقدر ان هو في زمن قياسي بسيط جدا انه يعمل شيء روعه. من امبارح شيء كان رائع كلنا تشرفنا بيه، ده بالنسبه للتنظيم الرائع، واحنا يعني بنهنئ انفسنا والقائمين على الموضوع التنظيم ده. انا عن نفسي ما كانش حد متوقع حاجه زي كده، يعني انه يبقى تنظيم زي اي تنظيم حصل قبل كده في كاس الامم الافريقيه، لكن المره دي في مصر كان شيء رائع يدعو للفخر واعتزاز بالنفس واعتزاز بمصر. بالنسبه للمباراه انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان يمكن معظم مباريات الافتتاح بتبقى حاجه زي كده، لكن انا كان ليا بعض يعني التلميحات او التعليقات البسيطه اللي موجوده. انا مش مدير فني ولا اي حاجه، ولا بنفس الوقت كمان من حقي ان انا اتدخل، بس انا كنت شايف في التغييرات كانت ممكن تبقى افضل
اكتر من كده. الحاجه الثانيه كمان ان احنا ما كناش بنلعب بالمستوى اللي هو موجود. انا اتمنى ان يحصل فيه بعد كده في يبقى انسجام اكبر، يبقى في نسيان احسن، وان شاء الله نوصل للدور النهائي وان شاء الله ناخد البطوله ونفرح الشعب المصري وربنا يباركنا ان شاء الله وربنا يكرمنا ان شاء الله. طبعا انا اولا بمسح على الكابتن نجمنا الكبير الكابتن اسلام الشاطر، وبتكلم طبعا بالنسبه للبطوله الافريقيه النسخه دي فخر لكل المصريين، وحسستنا طبعا بحاجه جميله جدا، دي اول مره نشوفها، مستوى رائع جدا جدا، نظام ما حصلش، حاجه فوق الوصف. يعني احنا مهما كنا نتخيل ما كناش نتخيل الصوره دي اللي هي الصوره الجميله قوي دي. انا كان نفسي نبدا الافتتاح بافضل من كده شويه، لعيبه طبعا على اعلى مستوى، لعيبه كلهم نجوم، محدش يقدر يقول حاجه، بس ناقصنا في سلبيات كانت واضحه امبارح، مش هو ده الماتش المأمول اللي احنا كنا ننتظر منه. يعني احنا كنا ننتظر كتير قوي في الماتش ده بصراحه، والحمد لله 3 نقط برضو دول يعني دول الاهم. يعني تنظيم امبارح كان اكتر من رائع طبعا، وبعد كده انا واحد عايش في مصر وعايش في البرازيل وبشوف التنظيمات في الدنيا كلها، التنظيم عندنا كان امبارح فوق اكتر من رائع طبعا، مش محتاج كلام يعني، ابهر العالم كله، وكان حاجه طبعا ممتازه جدا جدا يعني. والله مباراه افتتاحيه طبعا ده طابع المباراه، المباراه الافتتاحيه في اي مكان في الدنيا بيبقى ليها طابع خاص يعني، انما هي كانت مباراه موفقه مبدئيا يعني ان شاء الله. شفت الجمهور وحضور الجمهور ازاي؟ بقى لا 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 ده حدث ولا حرج بقى في الجمهور يعني، ده حاجه الله اكبر، نتمنى تبقى كده على طول يعني ان شاء الله. في الاول انا بمسي على الكابتن اسلام الشاطر كابتن نادي الاهلي وكابتن منتخب مصر وكل جماهير الكره العربيه. اللي حصل امبارح ده كان حاجه لا توصف في جمهوريه مصر العربيه قبل كده، احنا ما شفناش الكلام ده في جمهوريه مصر العربيه قبل كده. المباراه لحد ما كانت افضل في الشوط الاول، بس الشوط الثاني المنتخب تراجع بطريقه غريبه جدا، التغييرات ما اضافتش كتير في المنتخب، بالعكس بل اضرت بالمنتخب. هو طلع مروان محسن على امل انه يحط محمد صلاح حر واداله في الجنب الشمال، بس هو كده عرضه للرقابه اللصيقه يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. دايما الجمهور هو اللي مشرفنا وهو اللي بيسعدنا وهو دايما اللي بيخلينا نبقى مبسوطين حتى واحنا هنا في الاستوديوهات، الجمهور هو الاساس في كل شيء. طيب اخبار منتخبنا الوطني النهارده، منتخبنا الوطني بعد فوز اوغندا على منتخب الكونغو، وبالتالي لان اوغندا فازت بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي يتراجع ترتيب منتخبنا في بعد مباراته الاولى إلى المركز الثاني في هذه المجموعة، أوغندا في المركز الأول، مصر في المركز الثاني، وتأتي بقية الفرق في المركز الثالث، زيمبابوي في المركز الثالث، والكونغو الديمقراطية في المركز الأخير بدون نقاط ولكن استقبل هدفين. المنتخب يبدأ الاستعداد للكونغو النهاردة الصبح. الحقيقة بعض اللاعبين خاضوا على استاد الكلية الحربية بداية الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الكونغو، وأدى اللاعبون الأساسيون مرانا خفيفا خوفا من الإجهاد. النهاردة أيضا ظهر حجازي، أو من غدا أو من بكرة إن شاء الله حجازي هيضع واقي للأنف ويرتديه في أمم أفريقيا. بكرة إن شاء الله حجازي هيجرب، هيحط حاجة على أنفه كده ويجرب يتمرن بيها عشان يلعب بيها المباريات القادمة. حجازي تعرض امبارح لكسر في الأنف ولكن أصر على استكمال المباراة وأصر على استكمال البطولة حتى نهايتها. جنش بيشارك في تدريبات المنتخب، ويعني كان هناك أنباء على أن جنش يعني كان عنده مشاكل امبارح، ولكن بعد كان موجود النهاردة في تدريبات منتخبنا الوطني. النهاردة أيضا مدرب المنتخب يراقب الكونغو أمام أوغندا، جوري لوبيز مدرب منتخبنا الوطني حضر المباراة من أرض الملعب. تريزيجيه بقى بيتحدث عن
فوز على زيمبابوي. قال أو كتب تريزيجيه عبر تويتر: سعيد جدا لهذه اللحظة الخاصة، شكرا للجميع على الدعم. طيب أخبار بقى المنتخبات الإفريقية، دي كانت أخبار منتخبنا الوطني. خلينا بقى نروح سريعا جدا لأخبار المنتخبات الإفريقية. الكاف بيدعو إنفنتينو لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019. بالمناسبة إنفنتينو امبارح جه قبل حفل الافتتاح أو قبل بداية المباراة باربع ساعات، كان متواجد في استاد القاهرة قبل بداية المباراة باربع ساعات، يعني كان الساعة 6 موجود في استاد القاهرة. أوغندا بتحقق فوزها الأول في أمم أفريقيا من 41 سنة. أوغندا كسبت نيجيريا 2-1 في الدور النصف النهائي لنسخة 78، هي دي كانت آخر فوز لأوغندا في أمم أفريقيا بعد خسارته أمام غانا 0-2 في النهائي، كما يعد هذا الفوز الثالث في تاريخ مشاركات منتخب أوغندا ببطولة كأس الأمم الإفريقية. دي صبر بعد الفوز على الكونغو، أوغندا لم تحقق أي شيء حتى الآن. يعني الناس بتسأل سباستيان دي صبر المدير الفني للمنتخب أوغندا، بيقولوا له أنت كده وصلت خلاص للدور الثاني؟ قال لهم إحنا ما عملناش حاجة، إحنا خدنا ثلاث نقط، ممكن نتغلب الماتشين اللي جايين نطلع بره، وعندنا ماتشين صعبين جدا أمام منتخب زيمبابوي وأمام منتخب مصر. ده سباستيان دي صبر المدير الفني لمنتخب أوغندا بيقول كده، وبالتالي لم نفعل شيء حتى الآن. خدوا بالكم، سباستيان دي صبر واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في البطولة دي. تعامله، طريقة كلامه، أسلوبه في الإدارة وأسلوبه في إدارة المباريات، اللي اتفرج على المباراة النهاردة وعندنا ثلاثة من نجومنا الكبار هنتكلم معهم عن المباريات اللي اتلعبت النهاردة، وهنتكلم معهم إن شاء الله تقديما لمباراة غدا، مباريات غدا إن شاء الله. لكن اللي اتفرج على مباراة أوغندا النهاردة ومنتخب الكونغو يعرف قد إيه إن منتخب أوغندا لا يعتمد على اللاعب الواحد، ولكن يعتمد، يعني ما تقدرش تقول رقم فلان هو اللي مميز، لا، ال 11 لاعب بيلعبوا بشكل جماعي بما فيهم حارس المرمى، على فكرة واحد من أهم وأصعب وأفضل حراس المرمى المتواجدين في القارة الأفريقية منتخب أوغندا. وبالتالي مباراة صعبة جدا، ومنتخب أوغندا من وجهة نظري قد يحقق أو قد يكون مفاجأة كأس الأمم الإفريقية هذا الموسم، لأنه مدير فني رائع جدا، ثانيا عنده بيعتمد على الجماعية في الأداء وليس اللعب الفردي. إيمانويل أوكوي أفضل لاعب في مباراة الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا. مدرب الكونغو بيقول: قدمنا مباراة سيئة أمام أوغندا وعانينا كثيرا. مدافع كوت ديفوار سيرجي أوريه بيقول: طموحنا كبير في كأس الأمم الإفريقية. ماشي. كوت ديفوار يواصل استعداداته لمواجهة الأولاد، جنوب أفريقيا طبعا، البافانا بافانا ومشهورين بالأولاد. بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله، بكرة هتبقى منتخبات، في بكرة إن شاء الله ثلاث مباريات. المغرب هيلاقي ناميبيا، والسنغال ستلاقي تنزانيا، والجزائر ستلاقي كينيا. كوت ديفوار تستعد لمواجهة البافانا بافانا. رينارد بيقول، هيرفي رينارد طبعا المدير الفني للمنتخب المغربي، بيقول ان مصر ابهرت العالم والمغرب جاهز للتتويج بامم افريقيا. ماشي. هيرفي رينارد واحد من برضه من افضل المديرين الفنيين المتواجدين في القاره خلال الفتره الاخيره. يوسف بن ناصر بيقول: فوز منتخب المغرب في كل المباريات اهم ما يشغلني. لاعب طبعا منتخب المغرب وفريق موناكو بيقول ان الجانب النفسي لاسود الاطلسي لم يتاثر ابدا بخساره المباريات الوديه الاخيره، ولكن كل تفكيرنا في الفوز بالمباريات، بكل المباريات القادمه. ايضا سفير المغربي بيستقبل جماهير اسود الاطلس بالورود. صامويل كالو لاعب نيجيريا بيغادر المستشفى، كان تعرض لوعكه صحيه واتجه للمستشفى مباشرة خوفا من الناس كانت بتظن ان هو عنده القلب، ولكن طمنوا عليه والحمد لله طلع بألف سلامة. قائد السنغال بيقول: سنحاول النوم جيدا في مصر. شيخو كويتي قال ان هو جاهز او منتخبه جاهز للفوز بهذه البطولة، وان احنا في مصر جايين عايزين ننام كويس علشان نتمرن كويس ونلعب مباريات جيدة. انياما لاعب كينيا بيقول: الجزائر ليست رياض محرز،
وسنقاتل لتحقيق الفوز. طبعا مباراة صعبة جدا لمنتخب كينيا أمام المنتخب الجزائري غدا إن شاء الله. ستكون هذه المباراة افتتاحية مباريات منتخب الجزائر. نشوف منتخب الجزائر والكلام اللي عمال يقوله رياض محرز الحقيقة بيتكلم عن إن محمد صلاح هو ما كانش يعرفه قبل وجوده في الدوري الانجليزي. ماشي ما فيش مشكله، ولكن منذ وجوده في الدوري الانجليزي قال ان هو بقاله سنتين بيقدم موسمين استثنائيين مع نادي ليفربول وفوزه ببطوله دوري ابطال افريقيا. النهارده لما اتسال عن مستوى محمد صلاح قال لك انا مالي ومال سيبوني بقى، انا مالي ومال محمد صلاح، انا مركز مع منتخب الجزائر. اهو رياض محرز عن محمد صلاح، تركيزي مع الجزائر النهارده. يعني الناس كل شويه كل ما حد يشوف رياض محرز يقول له ايه، ايه رايك في محمد صلاح؟ يعني هيقول ايه يا جماعه؟ قال لهم يا جماعه انا مش مركز في اي حاجه تانية غير في مباريات الجزائر، وبالتالي سيبوني في حالي بقى، انا عايز العب مباريات الجزائر. غدا ان شاء الله سيظهر رياض محرز ان شاء الله، سيكون في مباراه منتخب الجزائر ومنتخب كينيا. كل التوفيق الحقيقه لكل المنتخبات الافريقيه، دائما منورين مصر، ودائما الحقيقه مصر مضيافه وتظل دائما مصر فوق الجميع، لان مصر عملت حاجة جميلة جدا 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 في حفل الافتتاح. وإن شاء الله البطولة دي الكل هيتحاكى بما حدث في هذه البطولة. كل الوفود الأفريقية حتى الآن بقى لهم أسبوع تقريبا أو خمس أيام قاعدين هنا، الكل بيتحاكى بما تفعله مصر من تنظيم رائع، أداء رائع، شكل رائع، ملاعب رائعة، مدرجات رائعة، كل شيء حتى الآن رائع للغاية. كل التوفيق لكل المنتخبات المصرية، المنتخبات الأفريقية، أهلا بيكم طبعا، شرفتونا ونورتونا، ونتمنى لكم طبعا التوفيق، ولكن إن شاء الله مصر تفوز بهذه البطولة. عموما دي كانت أخبارنا النهاردة. عندنا ست ماتشات هنتكلم عنهم، ثلاث ماتشات النهاردة وثلاث ماتشات بكرة إن شاء الله. هنتكلم عن ثلاث مباريات طبعا، أهمهم بالنسبة لنا مباراة أوغندا والكونغو وفوز المنتخب الأوغندي على الكونغو بهدفين مقابل لا شيء. أيضا نيجيريا بتفوز في المجموعة الثانية على بوروندي بهدف مقابل لا شيء، وغينيا ومدغشقر بيتعادلا بهدفين لكل منتخب. أيضا في المجموعة الثانية مدغشقر اللي بتظهر لأول مرة في كأس أمم أفريقيا بتتعادل مع غينيا، إحدى المنتخبات القوية في القارة الإفريقية. كل الكلام ده هنتكلم فيه بقى من الناحية الفنية ومباريات بكرة إن شاء الله من خلال نجومنا الكبار. النجم الكبير الكابتن فتحي نصير هيكون معانا إن شاء الله، أيضا النجم الكبير الكابتن ماهر همام، والنجم الكبير الكابتن أحمد بلال بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ لا كابتن سلام، حضرتك كيف؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ كابتن سلام، اهلا بحضرتك. كله تمام الحمد لله كابتن، كله تمام. النجم الكبير كابتن احمد بلال قابله مشرف. ازيك يا سلام، اخبارك ايه؟ كله تمام، بقالنا كتير ما شفناكش. صحيح، دي حقيقه. كنت في الساحل ولا ايه؟ يعني كابتن فتحي الحقيقه قبل بس ما نتكلم من الناحيه الفنيه، لان احنا ما اتفرجنا او يعني انا شخصيا ما اتفرجتش على الماتش امبارح، وعايز حضراتكم برضو تشاركونا يا كابتن بلال يا كابتن ماهر. امبارح الحقيقه بالنسبه لي حفل الافتتاح وطريقه دخول الجمهور للمباراه وما حدث لغايه صفاره الحكم حاجه مشرفه وحاجه مبهره وحاجه نفتخر بيها الحقيقه كلنا كمصريين. فايه راي حضرتك؟ لا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي وحضرتك رأي. طبعا حضرت حفلات أمم أفريقيا كثيرة جدا. برضو تقول لي 10 بطولات بس عشر من ال 32. شوف يا كابتن اسلام، دي يمكن تعتبر البطولة الوحيدة في تاريخ كأس أمم أفريقيا من 57 أول بطولة إلى آخر بطولة اللي هي 2019. ال 32 بطولة اللي قبل كده مفيش بطولة، يعني في كل بطولات فيها اجتهاد وفيها جزء ناس بتتعب وفيها جمال طبعا، لكن بهذا التنظيم وهذا الرقي والحداثة في كل شيء، سواء في دخول الجمهور، سواء في وجودهم في داخل الملعب، سواء المدرجات أو في العرض اللي اتقدم. طبعا العرض اللي اتقدم ده، ولأن كان أخطر حاجة دايما بيقولوها إن العرض ده بيبوظ أرض الملعب،
يعني في كتير في السنين اللي فاتت كانت في مشاكل ان العروض بتأثر على أرضية الملعب قبل المباراة وتلاقي الملعب بايظ. انت شفت الملعب امبارح ما شاء الله اكن ما كانش في حد موجود، ودي حاجة من الحاجات المهمة في العروض الحديثة انك انت ما تأثرش على الملعب، استخدم 3D بالظبط، لدرجة ان في بطولات كانت بتتعمل الافتتاح قبل المباريات، يعني الافتتاح اتعمل في يوم وبعدين على اساس الملعب بيتعمل في مكان معين ويرجعوا تاني يعملوا المباراة تبدأ كده. لكن دلوقتي انت عامل كل ده في مكان واحد، فدي حاجة مشرفة لمصر والقائمين عليها والداروا بيها، وكلها للأسف صنع في مصر وبأيدي مصريين وشباب مصريين. لا وللأسف ليه ده كلها يدعو؟ لا ما بقولش للأسف. أنا بقول يعني إن ما بقولش يعني إن الحاجة الحديثة دي إنها يعني حاجة مشرفة لمصر وللعاملين في مصر وللشباب ولكل المجتهدين من الناس المنظمين من أول رئيس اللجنة العليا المنظمة. وبعدين لا تنسى إن القيادة السياسية والدولة هي قصدت إنها إن هذه البطولة تنجح، وفعلا نجحت، لأن أنت مصر استضافت السنة دي أكثر من بطولة في كرة، يعني مش كرة القدم وكرة يد وكرة سلة وبطولة تانية. النادي الأهلي دلوقتي بيعمل كاس العالم للأيتام، بتعمل كاس العالم، وعملت قبل كده كاس إفريقيا مزمور مرتين في كرة طايرة، وعملت في كرة سلة، يعني ما شاء الله البطولات كتير قوي والبطولات اللي اتنظمت. لكن بهذه البطولة وبهذا الشكل لم أرى بطولة سابقة، وأشك أن ممكن بطولة حتى على مستوى أسيا أو على كوبا أمريكا. اللي يقدر يقرب منك شوية أوروبا، بطولات أوروبا أو كأس العالم، يعني تقرب معاك، لكن أو ممكن تخش أنت فيها. خلي بالك ده مش كلامنا احنا هنا كمصريين، ده كلام كل الصحف الأجنبية وكل الصحف الأفريقية. ما احنا مش بنجامل، احنا بنقول حقيقة، دي حقيقة واقعة. فده يعني نجاح للقيادة السياسية، نجاح لرئيس الدولة، لرئيس الجمهورية، الراجل اللي هو يعني بتلاقيه في كل مكان زي الأكسجين، يعني في تلاقيه في موقع المعسكرات، تلاقيه في التدريب، تلاقيه في البطولات، تلاقيه في الرياضة، تلاقيه في الصناعة، تلاقيه في الزراعة، تلاقيه في الشرطة، تلاقيه في الجيش، تلاقيه في السياسة، تلاقيه في كل مكان. فدي حاجة مبشرة لمصر، وإن شاء الله بإذن الله يا ريت الدوري يستمر على هذا الكلام إن شاء الله. كابتن ماهر، انطباع حضرتك عن ما رأيته أمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شرف لكل مصر يا إسلام. امبارح الصورة اللي احنا شفناها الحضارية اللي كانت موجودة عليها مصر، وده طبعا مصر طول عمرها حضارة 7000 سنة، فمش جديد علينا ان احنا يعني نبهر العالم امبارح بالتنظيم الإداري اللي يعني شفناه، بالإخراج الجميل، بالتصوير، بكل المنظومة الرياضية والسياسية اللي حطت إيديها في نجاح هذا الحدث الجميل. عايز أقول لك أسلام إن كان الوقت قليل قوي، 5 أشهر كان صعب قوي إنك أنت تقدر تعمل البنية الأساسية لست ملاعب بالظبط، صعب يعني. صدق كده يا كابتن فتحي، إحنا بقالنا مفروض بقاله قد إيه؟ بقاله سنين كبيرة يعني أو طويلة. النهاردة إمبارح شفنا استاد القاهرة يعني من اول وجديد، يعني مش هو ده الاستاد اللي احنا كنا بنلعب عليه وشفناه قبل كده واتبنى ايام كلنا عبد الناصر. الاستاد مختلف بالظبط، مختلف حاجه ثانيه. احنا قلنا شالوا الاستاد القديم وكبروا وجابوا استاد جديد، فدي من ضمن الحاجات اللي تحسب بصراحه. سنه 60 الاستاد، سنه 60. فالنهارده يعني 5 أشهر وقدرنا ان احنا نوصل في 6 استادات نعمل الطفره الجميله اللي احنا شايفينها في ملعبنا. فده اذا كان بيدل، فبيدل ان فعلا احنا قادرين اداريا، قادرين ان احنا نقدر ننجح اي بطوله زي ما انت قلت يا كابتن فتحي، نقدر نعملها في مصر. وكمان بنحيي كل اللي شاركوا بقى في هذا النجاح، من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لحد والمؤسسات العسكريه، الشرطه والجيش والشباب الرياضه، وزير الشباب الرياضه واتحاد الكوره والانديه وجمهور مصر الحبيب بقى، اللي كمان يعني جمل هذه التحفه او اليوم الغير عادي. نظام اللي دخل بيه جمهور مصر وشفناه حاجه حاجه حاجه، يعني الاسره المصريه، كل واحد جايب زوجته واولاده وبناته، صغير وكبير،
ومتشيكين لابسين علم مصر، كل الملعب احمر شكل يعني يفرح، التنظيم في الدخول في التشجيع، الجانب الاداري يا اسلام الحمد لله نجحنا فيه بشكل كبير جدا، ويمكن ده اللي ساعد كمان على الجانب الفني ان احنا نطلع بالمباراه اللي بره الامان وناخد 3 نقاط. اي نعم في ناس اختلفت على الاداء الفني، ان كان في شوط كان في جيد، تمام هنتكلم من النواحي الفنيه بعدين، لكن طبعا الحمد لله رب العالمين ان احنا نجحنا بشكل كبير جدا في يوم غير عادي بالنسبه للرياضه المصريه. كابتن بلال الحقيقه بص يمكن عايز اقول ان دايما في البطولات المجمعه اسلام الناس بتبص على الحدث، ايه الحدث في البطولات المجمعه؟ الحدث هو الافتتاح، او الافتتاح 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 والمباراه النهائيه، هم دول الحدث الكبير بالنسبه للبطولات المجمعه. امبارح كل العالم كان بينتظر، مش عايز يشوف منتخب مصر بيلعب بس المباراه الافتتاحيه، ولكن عايز يشوف التنظيم شكله معبر عن ايه. الحقيقه امبارح التنظيم عجبني، كان معبر عن تاريخ مصر والحضاره بتاعتها، وده قلما لما بتشوفها في اي دوله بتنظم حفل. دايما الحفلات اللي شفناها او معظم الحفلات يا كابتن بتبقى عباره عن انت بتجيب مثلا ناس تغني وبتعمل حاجات داخل الاستادات، رقص حاجات، انما حاجات معبره زي اللي شفناها امبارح دي من القلائل لما كنا بنشوف، او من القلائل لما شفناها في اي حفل افتتاح. تنظيم كان رائع جدا جدا جدا، وده اكيد طبعا جه عشان خاطر ان الدوله حطت ايديها في الموضوع، وكان اهتمام كبير جدا من قبل الدوله، فعشان كده الموضوع نجح في حالتين. الحاله الاولى المرحله او الفتره الزمنيه البسيطه او الصغيره من ساعه ما اسند التنظيم لمصر، تمام. الحاله الثانيه انه يطلع بالشكل الرائع اللي شفناه امبارح ده، يطلع بالشكل الرائع واللي ساعدت فيه كمان الجمهور الكبير العظيم اللي دخل الاستاد امبارح. اه طبعا في لقطه لو تقدر تجيبها لنا برضه ممكن نعلق عليها. حاجه الحقيقه استلم حاجه مشرفه جدا جدا جدا، الناس في الاستاد من الساعه 12 الظهر، انت مثلا الحفل تقريبا كان الساعه 7 او الساعه 8 تقريبا، الناس في الاستاد من الساعه 12 الظهر يا كابتن، الاستاد تقريبا فول من الساعه 2 مليان، من الساعه 2 الناس منتظره ان هي تحيي حفل الافتتاح اللي مصر بتسهم فيه او اللي مصر عملته امبارح. كمان حاجه مهمه ان كل الدول العربيه خد بالك، وكل الدول كمان الافريقيه اثنت على حفله الافتتاح بتاعت امبارح، كل يمكن كل انا ناس اصحابي كتير جدا أوروبا. من بره انا اتكلم عن الناس اللي كلموني انا شخصيا يعني، تمام. الناس كلها بتتكلم يا كابتن ان الحدث ده فعلا قيم بشكل كبير جدا جدا جدا، قد ايه كان مشرف، قد ايه كان رائع. فطبعا بنشكر كل الناس اللي اشتغلت على على الحدث ده، من اول رئيس الدوله لحد اخر فرد ساهم في نجاح هذا الحدث الكبير جدا. وهي دي طبيعه مصر يا اسلام، هي دي الحقيقه بتاعت مصر. انا هوريك كمان دلوقتي فيديو لطبيعه مصر اكتر اكتر واكتر. هات لنا الفيديو يا سمير لو سمحت. انا الفيديو ده يعني اكيد اتعرض 100 مره، واكيد الناس شافته كتير، واكيد الناس اتكلمت عنه كتير، ولكن بالنسبه لنا احنا ناس من ممكن كنا نعمل كده. اهو الفيديو ده يا كابتن فتحي، كابتن مهلا، كابتن بلال. بالنسبه لنا اكيد حضرتك مثلا بلال لما بتفتح الفيسبوك كان بيجي لك ايه فيديو عن ان شوفوا شعب اليابان صح. لما بتخلص الماتشات بيعمل ايه صح، واوضه اللبس والناس بتنظف نفسها بعد بتنظف بعدها. طيب ليه ما نشيدش بالناس دي؟ ليه ما نقولش ان الناس دي عامله شيء، او الشباب المصري الواعي ده اللي قدام حضراتكم ده ما عملش، ليه ما نقولش ان هو عمل حاجه جامده جدا بالنسبه لنا يا جماعه، حاجه جامده، ونشيد بيهم وحقهم زي ما بنشيد بكل الناس اللي بتعمل كده. نشيد ونقول ان في شباب مصري كان بيعمل هذا المنظر الحضاري الرائع. الحقيقه هو كابتن اسلام يعني هضيف عليك، دولت متفرجين، دولت مش عاملين بغض النظر، حتى لو عاملين لا هم لا اس عاملين لا لا حتى لو عاملين انا ما انا برضو اتقال كده اصله من قبل جماعه الشر يعني. ما انا عايز اقول انهم مش عاملين، قال في النص كده ايه ان هم عاملين حتى لو عاملين، ما هو العامل هيقول لك وظيفته، لكن دي انا بقول لك مش عمال لا كانوا عاملين في التنظيم بالظبط. لا دولت ناس من المتطوعين في التنظيم او من المتفرجين العاديين بالظبط، انهم ما خرجوش بعد ما البطوله انتهت او بعد المباراه ما انتهت بعد صفاره الحكم، لكن ضلوا في الملعب انهم بيحاولوا يجملوا المكان اللي هم كانوا فيه كامل بغض النظر عن هم عاملين بقى متفرجين اي حاجه مش فارق. انا بتكلم عن اللقطه دي يا كابتن، ما اتعملت جابوا فيديو قال لك يا سلام على الشعب الياباني العظيم
صحيح بالظبط. كاس العالم كاس العالم كاس العالم اللي فات على طول اللي فات على طول كاس العالم. يا سلام قبليها برضو كان في اندونيسيا برضو انا بفتكر يعني بحاول على قد ما اقدر افتكر. يا سلام على الشعب العظيم اللي مش عارف ايه اللي هم الناس اللي بتقول هم الناس اللي بتعمل. لكن اللي احنا شايفينه ده بالظبط. ما هو طب ما جماعه ما الناس عملت ايه منه بدون اي شيء مصريين. ده اللي انا عرفته اصلا ليا واحد صديقي منهم يعني فبيقول احنا ماشيين خلصنا شغلنا يعني وماشيين فبنبص كده لقينا يلا بصينا لبعض يلا بينا يلا بينا يلا ومنعملنا تك 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 خلصنا ونزل. انا عشان كده بقولك عاملين بقى مش عاملين مهندسين دكاتره انا اسف عمال نظافه اي حاجه مش فارقه لكن عمال النظافه هم اللي بالظبط دورهم يعملوا كده ده دورهم. لكن ما كانوش كده لا هم مش عمال نظافه لا مش هم ناس قد يكونوا منظمين وقد يكونوا جمهور. وزي ما قلت كان في ناس انت تعرفهم هم كلموك قال احنا كده دولت ناس كانوا مشاهدين مجموعه بيروحوا جروبات مجموعات مع بعض فالمجموعه دي كلها راحت فقالت ايه احنا عاوزين ننظف المكان اللي احنا فيه ده وقاصدين وفعلا قعدوا ينظفوا حتى يقول لك لما الدنيا تكون راقت شويه بدل ما احنا قاعدين بالظبط كده فقعدوا ينظفوا. تحيه كبيره كده طبعا تحيه كبيره لهذا الشباب الواعي الرائع اللي احنا بننتظره بقى يعني نتمنى يا كابتن بلال يا كابتن ماهر ان احنا الفتره اللي جايه دي في مباريات الدوري. امبارح الرئيس الحقيقه بعد مباراه الافتتاح وفوز منتخبنا الوطني عمل حديث كده اتكلم فيه عن ان نظام تذكرتي يجب ان يتم تطبيقه في الدوري والكاس في المسابقات المحليه يعني واتكلم على الدوري والكاس تحديدا وقال ان هو يجب ان يتم تطبيقه. ليه ما نشوفش الشكل ده والمنظر ده في المباريات بالظبط مباريات الدوري يعني والكاس نتمنى ان احنا نشوف الكلام ده وده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه اللي احنا استفدنا من اخطاء 5 سنين الماضيه كابتن فتحي في الشغب اللي كان موجود في الملاعب و و فالنهارده يعني شكل جديد وصوره جديده للشباب المصري فلازم من خلال البطوله ديت يبقى شعارنا للفتره اللي جايه للدوري وللكاس شهاده ميلاد جديده بالظبط او طيب مولود بالزبط. جديد في 21 يونيو 2019 لتغيير سلوكيات الشعب بدايه من الشباب. وبرضو عايزين نضيف كابتن اسلام للمنظومه الاعلاميه كلها سواء الاعلام المقروء او المسموع او المرئي او كده لدوره في التحضير لهذه البطوله طبعا في تحضير الناس في توعيه الناس في توعيه المتفرجين والناس بره اللي في العالم خارجي ما بيسمعوا ازاي غير من خلال قناه مثلا قناه الاهلي القنوات الاخرى الزملاء المحللين والمعلقين والمقدمين كل دولت ساعدوا في منظومة النجاح بالإضافة إلى التلاحم بين الشرطة والجيش والجمهور بتحس إن في أسرة يعني كان فعلا كلهم مع بعض على قلب رجل واحد. خلينا بقى نروح للناحية الفنية اتكلمنا كتير النهاردة عن حفل الافتتاح وما صاحبه الحقيقة من أداء مذهل مذهل الحقيقة لكل ما حدث لا مش في المباراة في الحفلة في الحفله الحقيقه كانت اداء مذهل لكل شيء وحتى صفاره الحكم واول 17 دقيقه بعد كده الاداء كان مذهل بالنسبه لمنتخبنا ده رايي يعني وهنسمع دلوقتي راي الكباتن. لكن خلينا نبدا يا كابتن ماهر بمباراه الكونغو واوغندا منتخب الكونغو ومنتخب اوغندا مباراه انتهت بهدفين لمنتخب اوغندا لصالح اوغندا امام الكونغو. اوغندا والكونغو شفت المباراه ازاي بشكل عام؟ هو الناس افتكرت ان 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 النهارده ان الفريقين سهلين لكن النهارده كان في مفاجاه بالنسبه لنا. اوغندا ظهرت بمظهر واضح قوي ان في تركيز بشكل جيد لفريق اوغندا عندها مدرب واضح قوي ان هو واعي ومركز ويمكن في كل حديثه بيتكلم ان هو جاي بيشارك مشاركه ايجابيه يهمه جدا ان هو يحط اوغندا في المجموعه اللي فيها مصر وكونغو وزيمبابوي يحطه في مركز متقدم يعني بيحارب على المركز الاول او المركز الثاني. واضح ان المدرب ده لما كان موجود مع نادي الاسماعيلي وشفناه يعني كان واضح ان هو عنده طموح بشكل كبير ولما اتعرض عليه تدريب منتخب اوغندا اعتذر نادي الاسماعيلي وراح لمنتخب اوغندا لانه عنده تطلعات وعنده حس ان هو عنده امكانيات كابتن فتحي مبشره.
واضح قوي ان فرقه اوغندا مكتمله من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه. واضح التنظيم اللي كان موجود خلال المباراه خلال ال 90 دقيقه، بيلعب بطريقه ضاغط على الخصم من بدايه المباراه. واضح قوي ان الضغط ده اثمر على هدفين، والهدفين من كور ثابته. كنا بنتكلم على ان في اوقات كمدير فني وانت بتحضر للمباراه اسلام في التلت الهجومي بالذات او التلت المؤثر لازم يبقى عندك جمل تكتيكيه او اختراقات من العمق او من الاطراف او كور ثابته اللي انت ممكن بتلجا ليها، اللي هي بتفتح لك مفاتيح مهمه جدا في احرازك للثلاث نقاط. واضح قوي ان هو مدرب واعي، مدرب مركز طول ال 90 دقيقه واقف على الخط بيكلم لعيبته. حتى في 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 في, في, في الاوت اللي الناس كلها ممكن تتخيل ان الاول ده حاجه سهله، لا، عمل منه جمله تكتيكيه كررها اكتر من مره ومرتين وكانت مؤثره بشكل كبير جدا على الكونغو. وبعدين وهو كمان بيشتغل بيحاول وهو بيهاجم انه يطلع لعبته نص ملعب الكونغو ويضغط عليهم بشكل كبير، وفي نفس الوقت بيخاف من الحاجات المرتده ممكن تاثر عليه، فكان بيامن في دفاعاته في حته الرقابه وحته الميلان وحته المان. جملتين اتكرروا اكتر من مره. الهدف الاولي يمكن كره ثابته من كورن اتحرك فيها المهاجم بشكل كبير، قدر انه ينكشها بقى بلغه الكوره حولها بشكل جيد. الهدف الثاني يمكن فاول من الجنب اتعمل برضك يمكن على الايمن الاولاني، نط المهاجم بشكل مميز قدر يحولها بدماغه في الزاويه البعيده. بيرجع اسلام نص ملعبه ويامن بعد الهدفين، امن بشكل كبير جدا، عمل تغييرات يمكن كلها كانت معظمها ايجابيه. انا بحيي مدرب اوغندا، بعتبره رجل المباراه الاول النهارده بشكل جيد. وبالمناسبه يعني هو صديق، يعني انا بتكلمه كتير وهو بيكلمني كتير الحقيقه سباستيان ديساب، وقال لي على حاجه بس انا هخليها مش هقولها غير لو حصلت، يعني انا قلتها يمكن للكباتن لكن انا مش هقولها دلوقتي على مباشره الا لو حصلت. يعني هو قال لي على حاجه تخص المنتخب اوغندا، يعني عشان ما حدش بس دماغه يروح لبعيد. انا قال لي على حاجه تخص المنتخب اوغندا، يعني هتحصل او يعني هقول لكم عليها لكن لو حصلت هقول لكم. هو ده الكلام اللي كان، يعني انا كلمته قبل البطوله باسبوعين ثلاثه تقريبا، كانت اخر مكالمه بيني وبينه، وقال لي هيحصل كذا 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 كذا. قلت له ماشي بتاع، مش هقول لكم فين، يعني عمالين يقولوا لي قول، مش هقول لكم فين طبعا دلوقتي، لو حصلت هقول لكم. هو ده اللي كان قايل لي عليه سباستيان ديساب. كابتن بلال، فريق او منتخب الكونغو الكل كان يتوقع منه اداء افضل من كده، من وجهه نظرك كيف رايت منتخب الكونغو؟ بص، خد بالك، المباريات الاولى من وجهه نظري هي مباراه المدربين. نعم. يعني انت كل مدرب بيحضر بشكل كبير جدا للمباراه الاولى، هي بالنسبه له هي عنق الزجاجه بالنسبه له، لان الحسابات بتترتب كلها على المباراه الاولى. حسابات المدربين في الجروب ستيج دايما بيرتبها على اول مباراه، لو كسبت هيبقى عندي مباراتين تانيين ممكن العب، يعني الحسابات تتغير، طريقه اللعب تتغير، الفكر يتغير، انا كمان هبتدي المباراه اللي جايه لو انا كسبان هبتدي انا مرتاح ولا مش مرتاح، ههاجم ولا مش ههاجم. النهارده يمكن دي صبر اشتغل بشكل كبير قوي، واضح الفكر بتاعه في الملعب، واضح ان هو بيعمل حاجات اللعيبه بتنفذها. المدير الفني خد بالك لما يشتغل مع الفرقه موسم او اثنين يا كابتن بيفرق معاهم بشكل كبير قوي، بيفرق معاهم بشكل كبير جدا، هو فعلا واضح انه فارق مع الفرقه دي بشكل كبير قوي. هو لو تفتكر اسلام لعب بنفس الطريقه اللي لعبت بيها منتخب الكونغو، منتخب اوغندا اما المنتخب المصري في مباراه 1-0 هناك، بيلعب على من اطراف الملعب، بيحضر ويشتغل على اطراف ملعب ويلعب الكرات العرضيه، وهي دي قافه الكره الافريقيه او قافه الفرق الافريقيه في الحته الدفاعيه، انك لما تشتغل له عرضيات كتير جدا بيبقى عنده مشاكل كبيره قوي. النهارده اشتغل في الكرات الثابته، وده برده فكر مهم جدا بالنسبه لاي مدير فني، انه يستغل الافكار بتاعته ويحاول يطبقها داخل الملعب وينفذها بشكل جيد. النهارده هدفين من كرات ثابته احنا ما قدرناش نعملهم في المباراه بتاعتنا، اوقات كتيره جدا في بعض وفي مباريات كتيره جدا الكرات الثابته بتحل مواقف كتير قوي. لما تشتغل النهارده وتسجل كورتين يا كابتن، تسجل هدفين من كرات ثابته، اعتقد ان انت اشتغلت بنسبه او حققت 100% من الاهداف اللي انت عايز تحققها. سبت بيهم المباراه، سبت بيهم المباراه خلاص، حل فكيت طلاسم كتيره جدا 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 ما قدرتش المهارات الفرديه ان هي تحلها النهارده. الكونغو
يمكن عايز اقول الاداء مش زي ما ادى مع منتخب مصر في المباراه اللي هي بتاعه الصعود لكاس العالم. الكورو النهارده كان اداؤه باهت شويه، بيعتمد على الكرات الطوليه، عنده لعيب فرد لعيب كويس، وعنده لعيب في نص ملعب بيحاول يعمل له الثرو باسز في اوقات كتير، ولكن طريقه اللعب غير واضحه المعالم. هل هو بيلعب على الكاونتر اتاك؟ هو بيلعب ان دايركت اتاك؟ كابتن بيحاول ان هو يستحوذ ويشتغل. المعالم بتاعه الكونغو النهارده مش واضحه. السبيريت اللي موجوده عند فرقه اوغندا اعلى بكتير جدا من فرقه الكونغو. انا كنت متصور النهارده فرقه الكونغو هتبقى فرقه كبيره، هتعمل جيم كبير قوي. بالزبط. فرقه عندها ثقه، عندها لعيبه كمان، خد بالك اللعيبه اللي موجوده عند الكونغو المحترفه اكتر بكتير جدا من اللعيبه اللي موجوده عند اوغندا. الفرق كبيره. الكل اعتبر النهارده دي اولى مفاجاتها في البطوله. هي دي فعلا المفاجاه الحقيقيه. فواضح جدا من البطوله ان احنا هنشوف مدربين ليهم بصمات، السيستم بتاعهم بيعرفوا يطبقوه. هيرفي ليناردو برضو في المغرب بكره هنشوف، هنتفرج عليه لسه في مباراه بكره. فواضح ان لا، في افكار لمدربين واضح ان هي هتتنفذ مع بعض الفرق. الكونغو اوغندا فرقه مش كبيره، ما عندهمش محترفين كبار على المستوى العالي، ولكن النهارده في الملعب بينفذوا بشكل جيد، بينفذوا اللي المدرب بيقول عليه، بيشتغلوا هجوميا بشكل جيد جدا، بيشتغلوا دفاعيا بشكل جيد جدا. واضح ان هم في الحاله الهجوميه عندهم انتشار، في الحاله الدفاعيه عندهم انكماش، وده اللي اي مدرب اي مدير فني بيطلب من اللعيبه. النهارده بينفذوا بشكل جيد جدا، مباراه رائعه بالنسبه لهم. على الصعيد الثاني لا، الكونغو اعتقد مباراه سيئه بالنسبه له، هيبقى عنده حسابات ثانيه مختلفه جدا في المباراتين الجايه. ثلاث نقاط هامه جدا استطاع ان هو يتصدر بيهم مجموعه من المجموعات اللي من المتخيل ان هي ما كانش اوغندا هتعمل فيها اي شيء. الناس كلها كانت بتقول مصر والكونغو، صح؟ لكن دلوقتي اوغندا مع بدايه هذه المجموعه، وزي ما قال سباستيان دي صبري النهارده بالمناسبه، قال لك ما احنا لسه ما عملناش حاجه، ما احنا ممكن نتغلب الماتشين اللي جايين نبقى اوت ويخش مكاننا فريق او منتخب اخر. وبالتالي ثلاث نقاط استطاع ان يتصدر بهم سباستيان دي صبري المدير الفني لمنتخب اوغندا قمة هذه المجموعة بعد المباراة الأولى. كابتن فتحي، خلينا نروح لمباراة نيجيريا وبوروندي، وهي مباراة من المباريات يعني وانت قاعد بتتفرج عليها تحس برضو ان منتخب نيجيريا مش هو المنتخب بتاع كانو ومجموعة اللاعبين وكوشا لا لا لا، يعني بعيد كل البعد عن يعني مستوى او عن نيجيريا نعرفها، وبعيد كل البعد عن رغم ان في لعيبه من المتميزين، ده في احد اللاعبين في الوقت لما كان صغير الكلام ده من 10 سنين وكان مع ميسي، كان اغلى لاعب في العالم من لعبه نيجيريا، والفرقه كلها على بعضها دلوقتي ما تقدرش تقول من احد الفرق المرشحه لوصول للمربع الذهبي او اقصى حاجه هتوصل لدور الثمانيه. نيجيريا مش لا فيها لا من الناحيه الهجوميه ولا من الناحيه الدفاعيه. يعني هي فرقه اصبحت دلوقتي في مرحله انتقاليه، في مرحله تغيير جلد، في مرحله تطوير، لكن مش في مرحله احراز بطوله او الوصول بالبطوله او الارتقاء الى المربع الذهبي. استحاله هتوصل. طريقه لعبهم 4-2-3-1 كالعاده، لكن ما اعرفش احس ان هم ابطا شويه ومش يعني عارف. هم الفرقتين نفسهم بعاد كل، انا توقعت نيجيريا يعني كنت هكون، ولا يمكن برضه نقول مباراه الافتتاح او يعني اولى المباريات. لا هي برضه بالنسبه بيبان يا كابتن اسلام، بيبان يعني مثلا اوغندا بانت. اوغندا بانت ليه؟ لما اوغندا قبل كده كانت اول مجموعتها فباينه. نيجيريا برضه نفس القصه هنا، نيجيريا مش صغيره، نيجيريا من الفرق الكبيره. ورغم كده انا بعتبر وده رأيي أنا يعني مسؤول عنه، إن نيجيريا مش هتوصل، استحالة توصل المربع الذهبي، استحالة بهذا المستوى. لأن نيجيريا هتقول لي يمكن الماتش الثاني تتغير وكده، لا ده كلهم محترفين والمحترفين عارفين بيعملوا إيه. فالمحترف ده عادة غير اللاعب اللي هو بيلعب، هتقول لي جمهور والضغط العصبي، ما كانش في جمهور. فإذا نيجيريا أصبحت هو بكرة إن شاء الله تبدا الفرق اللي هي نقدر انها تقول التنافس، يعني في خلال اليوم كله النهارده نقدر نقول اوغندا هي الافضل في الست فرق اللي لعبوا النهارده فيها. طيب على الجانب الاخر يا كابتن، منتخب بوروندي لم يقدم شيء، يعني ما اعرفش حسيت برضو انه منتخب عادي. لان تصنيفه برضك بعيد قوي عن ال 24 فرقه. وبوروندي يعني طول عمرنا احنا ما بنسمعش عن بروندي في القارة الأفريقية بالنسبة للعيبة المحترفين، بالنسبة للنتائجة، بالنسبة للتصنيف، لكن كانت بتهدد نيجيريا
في بعض الاوقات الهجمات كان في يمكن انفراد او اثنين، لكن حارس نيجيريا النهارده كان يقظ بشكل كبير جدا، انقذ نيجيريا من هزيمه انا شايفها كانت مستحقه. لكن تحس كده ان نيجيريا اللعيبه المحترفين ما خدوش المكافآت بتاعتهم، عندهم مشاكل مع الاداره كل الفنية. مره بنسمعها كده هو تحس ان الناس مريحه بالظبط. يعني حتى اللعيبه المحترفين يا كابتن بتبان، يعني حتى اللعيبه المحترفين النهارده انا بتابع لعيب منهم في نص الملعب بالذات، فضل يا كابتن اكتر من 5-6 دقايق ما بيلمس الكوره، بيتحرك خطوط عريضه وخد بالك تحت الكوره عايز تديني تديني اسمه مش عايز تديني بالظبط. فواضح قوي ان المحترفين يا كابتن جايين مش هم دول بقى اللي عايزين يعني ينقلوا فرقتهم نيجيريا اللي احنا نعم تمثيل مشرف واضح قوي. فاحنا برضه كلنا يعني فحم نتمنى طبعا ان المباريات القادمه لكن نتمنى طبعا نيجيريا اسم كبير جدا يمكن صاحبه البطوله افتكر كابتن فتحي اكتر من مرتين او ثلاثه بطوله افريقيه حققتها في تاريخ نيجيريا. نتمنى ان نيجيريا تبقى موجوده عشان يعني 180 مليون نحس فعلا نحس بقيمه المباراه والجمهور بس تستمتع يعني زي المباراه المفتوحه. انا تخيلت ان المباراه مفتوحه يمكن المباراه اللي بعديها بتاعت مدغشقر وغينيا كانت مباراه جيده جدا ومتعه النهارده وحاجه تفرح. كره مفتوحه هنا عايز يجيب جول وهنا عايز يجيب جول، هنا بيجيب جول بيرد عليه كره قلشه راجل وقفها بشكل كبير جدا حطها بشكل يعني عايز اقول لك ان نيجيريا النهارده كانت يعني مفاجاه وصدمتنا. احنا كمصريين بنحب نيجيريا وعارفين ان نيجيريا فرقه كبيره وليها باع كبير جدا، فالنهارده يعني 90 دقيقه احنا ملينا من اداء نيجيريا ومع هذا كسبت برضك بروندي 1-0 هو ده المهم دلوقتي وحققت 3 نقاط. نتمنى بقى ان الماتش اللي جايه بالنسبه لنيجيريا نشوف نيجيريا الحقيقيه بقى. احدى المفاجات النهارده ان مدغشقر جابت في 5 دقائق جونين، تعادلت مع غينيا بهدفين لكل فريق منتخب غينيا. من المفترض ايضا ان هو من المنتخبات هي مش قوي ولا ضعيف، المنتخبات المتوسطه يعني، لكن منتخب مدغشقر لاول مره يكون متواجد في كاس الامم الافريقيه. هل هي حمى الوجود ولا من وجهه نظرك انت شايف هذه المفاجاه ازاي يا بلال؟ بص مش حمى الوجود وهي روح روح الوجود او روح الوجود بالظبط. يعني مدغشقر النهارده اول مره تشارك في بطوله من البطولات الافريقيه. ايوه اكيد يعني عارف زي فرقه مثلا ما راحتش كاس عالم قبل كده، ففرقه مثلا فبالتالي عندها رغبه ان بالظبط كده، فعندها الفرحه وعندها الروح مش باكين على حاجه يعني بالظبط. وعندها كانوا مغلوبين واحد طبعا بعدين دخل جونين صح بقوا مجابوا جونين في 50 55 55 مظبوط، فبقت النتيجه 2-1 لمدغشقر. بعديها بشويه مدغنيا جايبه الثاني وبعد كده ضغطوا شويه احنا دخلنا بقى هو معرفش. فعايز اقول لك النهارده الروح العاليه جدا عند لعيبه مدغشقر كانت واضحه جدا في الملعب. هم زي ما قلت يا اسلام هم فرقه مش بتبكي على حاجه كده، هم فقط عايزين يؤدوا اداء محترم يؤدي اداء رجولي، ده اللي كان واضح النهارده في الملعب. حتى النهارده انت فرقه بتتغلب خلاص او مغلوبه من فرقه زي غينيا المفترض ان هي اعلى منك بكتير جدا، حتى مع الاحترام لغينيا يعني ومستوى تصنيفها، لكن انا بتكلم بالنسبه لمدغشقر، فطبيعي جدا ان انت الفرقه تبقى داون خلاص يعني اتغلبت فابتدي ابقى قليل هذا يا كابتن. لكن الانقلاب اللي حصل والروح العاليه اللي كانت موجوده والفكر كمان بتاع المدير الفني انك تدي للعيبه تمام او تديهم التعليمات ان انا لازم اهاجم لازم احاول ان انا اسجل اهداف احاول ان انا اتعادل، ده موضوع مختلف تماما. يعني بتتكلم مع فرقه برضو المفترض مفيش اسماء مفيش امكانيات فرقه مش موجوده على في التاريخ ملهاش قيمه كبيره في كره القدم، ومع ذلك النهارده بتادي اداء بطولي اداء قتالي جدا. النهارده بتبقى مغلوبه وبتتعادل غينيا رجعت في المباراه مره ثانيه، ولكن الاداء في بعض الاوقات يا اسلام بالنسبه للفرق الصغيره دي الروح القتاليه احيانا هي دي اللي بتعمل المفاجات، اللي بيعمل مفاجات في المباريات المحسومه الروح القتاليه بتبقى موجوده عند اللعيبه الصغيره اللي عايزه تثبت الامكانيات بتاعتها اللي عايزه تظهر نفسها. يمكن مدغشقر برضو في المسيره بتاعتها كابتن في البطوله لو كنا بنتكلم على 16 فريق ما كانتش تبقى موجوده. لا لا. يعني لو 16 فريق ما كانتش هتبقى موجوده، لكن بالاداء ده تستحق ان هي تكون موجوده في كاس افريقيا بالقتال اللي موجود عليه اللعيبه النهارده. والفرقه كمان اسلام مش فرقه فرديه، فرقه جماعيه بتلعب كره جماعيه، ما بتلعبش مش كره فرديه مش لا مش مش مثلا مش السوبر ستار اللي بنعتمد عليه فبالتالي هو ده اللي هيخلصنا او هو ده اللعيب المحترف اللي احنا بنعتمد عليه، لا كره جماعيه. الضغط النهارده جماعي، الروح القتاليه في كل اللعيبه، الكره المشتركه النهارده هايلين في الملعب،
فاعتقد ان الفرقه الحقيقه كانت تستحق ان هي تكون موجوده النهارده مع في بطوله افريقيا. فريق مدغشقر اصعب حاجه النهارده في منتخب مدغشقر اسم اللاعب اللي جاب الجون الثاني. يعني انا قعدت اعمله عندك اسمه طويل قوي. لا هو هنا كاتبينه لكن اسمه طويل قوي. لكن في النهايه الحقيقه منتخب مدغشقر منتخب غينيا كمان جاب الجون الثاني من ضربه جزاء. وبالتالي نلخصهم في كلمتين. الفرقتين دول جابوا 4 جوال. يعني كل فرقه سجلت هدفين. قله خبره الفرقتين اتسجل فيهم الهدفين. قله خبره. لو تشوفوا الجوال اللي جت طب ده ممكن يقبل على مدغشقر لكن منتخب غينيا على الاثنين غينيا نفسها على مدغشقر انها اول مره لكن برضه حتى غينيا لان انت ولما تلاقي خط الظهر واقف عند خط النص وما فيش عمق دفاعي واقف على ان الراجل ده اوفسايد ولا مش اوفسايد وما فيش مراقبه وما فيش كده قله خبره من خط الظهر انه ازاي يلتزم ويعمل عمق دفاعي على اساس انه ما يوصلش ان يقدر يجي فيه لان الاجوال اللي جت فيه ايه كلها يعني زي ما كانت مار بيقول لك شلوت كده طويل وبعدين بيشتت كوره والناس كلهم واقفين عند خط النص اجروا ورا بعض في الملعب فاضي لا اما بتسجل لا اما ضربه جزاء. الاربع تجوال نفس كربونة. شكل واحد كربون واحد باستثناء ان في واحده اتضرب فحصل ضربه جزاء وكان حكم مصري يعني حتى الحكم هذه المباراه فدي برضو تمثيل مصر كان فيها اللي هي في 4 جوال وكان استاد اسكندريه الحقيقه كان مبهر النهارده كان شكله مبهر يعني ورائع النهارده كالعاده كويس طيب. كل حاجه كويسه لكن انا بقول الاربع جوال جم باخطاء من ضعف للفرقتين والا في خبره والا في خط الظهر بتاع الفرقتين اللي وصل الماتش بقى فيه 4 لان الاربع جوال جايين من العمق وجايين من هجمات مرتده يعني مش هجمه مرتده طيب. يعني كره طالعه طايشه كده وكره طويله وبتطلع مفيش هجمه مبنيه انك لا تلاقي كده برضه هنقول ان ده اليوم الاول وخلينا نشوف يعني بالنسبه لهذه المنتخبات فخلينا نشوف برضه ماذا سيحدث بعد اليوم الاول في كل المباريات الحقيقه نبتدي من المباراه الثانيه نبتدي بقى نقيم بشكل حقيقي بكره كابتن ماهر ست منتخبات هتتلاقى المنتخب المغرب سيلاقي المنتخب الناميبي في استاد السلام في المجموعه الرابعه ومنتخب السنغال ايضا سيلاقي منتخب تنزانيا بكره ثلاث منتخبات الناس كلها مستنيه تشوفه المغرب هيلاقي ناميبيا السنغال ستلاقي تنزانيا الجزائر ستلاقي كينيا الثلاث منتخبات دول المغرب والسنغال والجزائر الكل ينتظر ماذا سيفعل يعني برضو عشان وقتنا المباراه الاولى المغرب والناميبيا مين يفوز يا كابتن احنا بناء على اللي احنا اتكلمنا وشرحنا الحقيقه الفرقه دي قبل المباريات ما تبدا بالظبط واحنا قلنا ان المغرب من الفرق المترشحه للمكسب البطوله والسنغال نفس الكلام والجزائر نفس الكلام لكن واضح بقى ان الدوره دي فيها مفاجات يا اسلام يعني ممكن ناميبيا احنا برضك من ضمن من ضمن التصنيف اللي يعني مش موجوده على الساحه لكن يمكن في نقطه يمكن بلال ذكرها حته الروح القتاليه العاليه للفرق الصغيره يعني ده سلاحهم يعني شايف الفرقه دي سلاحها حته الروح القتاليه العاليه والصفات الاراديه في حته اثبات الوجود فانا شايف ان مشاكل المغرب بداها من الاول كده في المباريات الحبيه ان حصل لهم ان خسروا مباراتين وبعض المشاكل ولكن طبعا معاهم مدرب واعي ومدرب قوي مظبوط ومعاه لعيبه محترفين على اعلى مستوى هنا بقى التجربه اذا كان المغرب فعلا زي ما بيقول مترشح من ضمن الفرق المترشحه هيبان يبقى المغرب هيحترم بكره ناميبيا من بدايه المباراه وهيبدا يديها حقها في حته اللعب والتنظيم والضغط عليها وحاول احراز هدف مبكر يدي ثقه للمغاربه وجهازهم الفني هتبقى الامور فيها شيء من الصعوبه السنغال وتنزانيا احنا شفنا تنزانيا وعارفين السنغال الحقيقه يعني بما له من اسماء كبيره جدا جدا داخل المنتخب السنغالي وهو ايضا احد الفرق المرشحه للوصول للنهائي تفتكر مين يفوز هنا حضرتك قلت مين يا كابتن المغرب ولا ناميبيا انا شايف المغرب المغرب اقرب المغرب أقرب. طيب وكابتن بلال السنغال السنغال بكل تاكيد يعني السنغال بما لها من امكانيات كبيره لعيبه فريق جماعي
عنده مهارات فرديه كمان، يعني من الفرق اللي بتلعب كره جماعيه وكمان عندها مهارات فرديه. مظبوط. يعني فرقه كمان يعني بتجمع ما بين بالظبط ما بين الحتتين، انها فرقه منظمه بلعب كره جماعيه وفي نفس الوقت عندي الحلول الفرديه اللي اقدر احل بيها في اي وقت. الحقيقه البطوله اللي فاتت كمان كانوا عاملين بطوله رائعه جدا، ادائي كان رائع جدا، كنا متوقعين ان هم يصلوا لحد للدور النهائي، ولكن خرجوا يعني في مباراه كانت دراميه بالنسبه لهم. يعني السنغال في البطوله دي، وعايز اقول لك اسلام برضو ان البطوله دي مختلفه عن كل البطولات اللي فاتت. البطولات اللي فاتت انت بتلعب في شهر واحد، واللعيبه عندها مشكله ان هو بيسيب التيم بتاعه وبيجي يلعب في بطوله افريقيا، تمام، فعنده مشكله كبيره، فهو بالتالي فهو عايز يخلص البطوله ويجري بسرعه يرجع للتيم بتاعه كابتن. النهارده لا، واخد راحه كويسه، بيلعب في منتخب مصر، بيلعب في مصر، الاجواء حلوه، اعتقد الجو يعني معقول بالليل بيبقى الجو كويس جدا 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 جدا. عايزين يحققوا حاجه لبلادهم، كل واحد النهارده ما عندوش مشكله، كان دايما مشاكلهم كلها ان هم سايبين فرقهم جايين بيلعبوا البطوله الافريقيه، مش مشكله، ما تفكرش في حاجه، ما عندهمش مشكله. كابتن فتحي استغرب جدا من شكل منتخب نيجيريا الحقيقه النهارده، لكن ماشي، خلينا كل المباريات الاولى احنا مش هنتكلم فيها كتير. يعني الفريق التنزاني فريق عنده روح قتاليه عاليه، ولكن ما عندوش المهارات الكبير، ما عندوش الحاجه اللي تخليه يكسب فريق زي السنغال. يعني ممكن يعني الناس ممكن تتوقع مفاجاه، لا ما اعتقدش ان هيكون في مفاجاه في المباراه دي. تمام. حتى السنغال ساديو مانين بكره مش موجود، حتى السنغال ساديو مانين مش موجود، هو فريق جماعي، فريق بطوله. بالظبط، فريق بطوله. طيب. المباراه الثالثه كابتن، الجزائر وكينيا. الجزائر على طول، الجزائر على طول، من غير يعني احنا بكره الحقيقه نتفرج وهنشرح المباريات. ثلاث ماتشات يعني كابتن بلال كده، الثلاثه اللي انتوا كاتبينها في الاستوديو في الاول، مغرب ونامبيا، مغرب هتكسب صح، سنغال وتنزانيا، سنغال هتكسب، جزائر حتى في ظل عدم وجود ساديو ماني، في ساديو ماني او غير ساديو ماني، السنغال فريق بطولات وفريق كامل، مش فريق الفرد الواحد. والجزائر هنا فريق برضه هيكسب، مهما هيبقى فيه كفاح من الفرق اللي قدامه، لكن الثلاث فرق هتحسب. مفاجأة اليوم الاول اوغندا ومدغشقر، تتفق معايا؟ مفاجأة اليوم الاول اوغندا ولا مدغشقر؟ طيب مدغشقر طبعا، مدغشقر اكيد كابتن فتحي. في اليوم الاول اللي هو النهارده الثلاث مباريات اللي اتلعبوا، الكونغو واوغندا ونيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر، هي الحقيقه الماتشين هم مفاجاه، يعني اوغندا انها تكسب 2-0 مفاجاه يعني المتوقع مع كونغو، وبرضه تعادل مدغشقر برضه مفاجاه، يعني في مفاجاتين مش مفاجاه واحده. النهارده بكره بقى هنشوف ايه اللي هيحصل، على الرغم من الناس كلها مستنيه بكره تشوف ماذا سيحدث. عموما خلينا بقى ننتقل لشيء اخر، وهو الحديث عن استعدادات او اهم استعدادات منتخبنا الوطني لمباراته القادمه امام منتخب الكونغو. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني. تحت شعار لا وقت للراحة، بدأ المنتخب الوطني الاستعداد للقاء الكونغو في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. فمع إطلاق الحكم الكاميروني أليون يونيو نهاية مباراة منتخبنا الوطني أمام زيمبابوي، بدأ التفكير في مباراة الكونغو التي تعتبر الأقوى للفراعنة في المجموعة والمحدد لها 10 من مساء الأربعاء المقبل. المنتخب الوطني خاض مرانه الأول اليوم استعدادا للكونغو، وكان استشفائيا للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة زيمبابوي، بينما خاض بقية اللاعبين مرانا قويا ليكونوا جاهزين لهذه المباراة المرتقبة التي يسعى الفراعنة للفوز بها للإعلان عن صعودهم للدور التالي، بالإضافة للسير بثبات نحو احتلال قمة المجموعة لتحقيق العديد من المزايا في مقدمتها الاستمرار للعب باستاد القاهرة. الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجيري يجهز لخطة متوازنة للفراعنة في مواجهة الكونغو سيتدرب عليها اللاعبون خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى خلال التدريبات لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون في لقاء زيمبابوي التي تسببت في خطورة على مرمى الفراعنة خاصة في الشوط الثاني، والتي لولا يقظات محمد الشناوي ومعه محمود علاء لا تزال شباك الفراعنة، ولكن نجح الشناوي ومعه محمود علاء في الحفاظ على شباك المنتخب نظيفة، بالإضافة إلى إهدار لاعبي زيمبابوي للفرص وسط تراجع لاعب المنتخب للدفاع. يسعى جيري لعلاج أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين التي عانى منها خاصة في الشوط الأول،
الذي كانت فيه سيطرة الفنية من نصيب الفراعنة، فيما عدا فرصة واحدة للمنافس أنقذها الشناوي. أجيري سيخصص فقرات تدريبية للمهاجمين للتغلب على هذه الأزمة حتى يحقق الفوز بأكثر من هدف ولا يترك فرصة للمنافس للعودة للمباراة. كما ينوي أجيري الدفع بباهر المحمدي في الدفاع بجوار محمود علاء على حساب أحمد حجازي الذي يعاني من كسر في الأنف تعرض له خلال لقاء زيمبابوي في ضربة البداية للبطولة. الجهاز الفني حرص على متابعة مباراة الكونغو أمام أوغندا التي أقيمت اليوم من الملعب، بالإضافة للحصول على تسجيل للمباراة للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الكونغو وشرحها للاعبين قبل موقعات الأربعاء. كابتن فتحي، عايز اعرف برضو ايه راي حضرتك في او اخر استعداد منتخبنا الوطني. طبعا لسه 3 ايام على المباراه او يومين على المباراه، بكره الاثنين، بكره الاحد انا اسف، والاثنين، وان شاء الله المباراه يوم والثلاثاء، والمباراه تبقى يوم الاربع. كيف يستعد منتخبنا الوطني؟ هو استعد، يعني احنا اتفقنا ان اهم حاجه لازم يهتم، شفنا اوغندا النهارده الاستشفاء بضربات ثابته، الاستشفاء طبعا دي حاجات كده، لكن الحاجات اللي هي الفنيه البسيطه اللي هي ناقصاه مفروض الضربات الثابته. حضرتك قلت لنا امبارح على الكرات الثابته، الضربات الثابته 7 ضربات ركنيه ما استفدناش منهم، 5 ضربات حره مباشره خارج المنطقه ما استفدناش منهم، رميات التماس الهجوميه ما استفدناش منها. طب النهارده ماتشات النهارده ردت عليهم معظمها، اوغندا كسبت ب2 ضربه ثابته، فضربه ركنيه وضربه كمان، مش احنا مش اقل من الفرق دي، وعندنا لعيبه تنفس بس نتمرن عليه، بالاضافه الى لازم يبقى فيه الاداء الجماعي وقرب الخطوط مهم جدا 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 عشان نقدر نوصل لمرمى الخصم عشان نقدر نجيب قرب. يعني انا بقول في نقط سريعه، طبعا دي عايزه شغل كتير، ان احنا اللعيبه ازاي ما يبقاش بقى المسافات الطويله ما الاقيش انني وفي حضن الاثنين مدافعين ورا وطارق حامد معاهم والعب 6 و4 قدام، لا احنا مش هنلعب كره طايره، فالمفروض نلم مع بعض، ولازم يبقى في توزيع صح، لازم يبقى في الاداء القرب من او الضغط مع حامل الكوره، لاي واحد كوره بتقطع منه في نفس المكان انا بضغط عليه، مش ان انا اسيب وما العبش بطول الملعب. كنت لسه بتكلم دلوقتي مع بلال ان الاقي الكوره مثلا مع حجازي وقدام مروان محسن بيلعب 90، مش ممكن الملعب ده يبقى كبير كده، لازم نلم احنا شويه، لازم نقرب شويه، يبقى في العمق في الدفاع لازم نلم شويه، وفي الهجوم لازم نضغط شويه. تمام، بس كفاية. كابتن ماهر، هل من الممكن ان يحدث اي تعديل في تشكيل منتخبنا؟ مش لازم بالاسماء، لكن ممكن. لا لا لا، انا شايف ان ثبات التشكيل ده يعني من اهم ان شاء الله. حجازي بالمناسبه يا جماعه هو عنده كسر في الانف، ومن بكره هيلبس واقي كده بيبقى للانف كانه متجبس يعني في مناخيره من غير، وهيتمرن عادي وهيلعب مباريات عاديه. هو عايزين نحييه كمان اسلام من خلالك، لان هو تحمل طبعا ورجع الملعب، وبعد الاصابه يمكن الراجل الدكتور المعالج طلب من تغييره، لكن واضح ان حجازي طبعا من اللعيبه الرجاله، رجوعه مره ثانيه وعدم تغييره بيفرق معانا بشكل جيد. عايز اقول لك ان ثبات التشكيل مهم جدا لمستر أجيري خلال المباراة القادمة. احنا كلمنا على استشفى في 3 ايام، من خلال الاستشفى احنا فوجئنا ان الشوط الثاني ان لعيبة مصر حصل نوع من الاجهاد، يعني حسينا ان اللعيبة تعبانة، ودي علامة استفهام بشكل كبير جدا، يعني ما تحصلش ان شاء الله باذن الله لمنتخبنا. الشوط الاولاني كان واضح قوي ان احنا بداية قوية لحد الدقيقة 20، عندنا يمكن 7-8 فرص في الشوط الاولاني اثمرت بهدف لتريزيجيه من جمله جميله في الدقيقه 41. الاختراقات اللي كانت موجوده من الاطراف كانت من ناحيه اليمين، والمسانده من خلالها من خلال الظهير مع وسط الملعب، يعني لو بصينا المسانده اللي بدات من المحمدي مع طارق حامد مع صلاح مع مسانده مروان محسن عملت شكل خطوره بشكل كبير على
خطوط زيمبابوي خصوصا خط الظهر. الهدف اللي جه بعد الدقيقه 41 كنا مهم جدا ان احنا نغطيه بهدف تاني عشان تدي ثقه للاعيبه منتخب مصر. عايز اقول لك اسلام ان كان في بعض الجمل من الاطراف اتعملت بشكل كبير عند محمد صلاح، لكن في شيء من الاستعجال في نهايه الهجمه على المرمى، اتعملت اكتر من 1 2 3 من العمق بين صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد، لكن اتناهت في عصبيه من عبد الله السعيد على المرمى. محمد صلاح وصل للخط ورجع كرة لتحت لعبد الله السعيد، في عصبيه برضك في التصويب على المرمى. كل الحاجات ديت اكيد مستر اجيري حاططها في ملاحظاته على اساس تبقى السلبيه تبقى ايجابيه من خلال مباراه الكونغو ان شاء الله. بلال، فرص كثيره ضاعت من منتخبنا الوطني في المباراه السابقه امام زيمبابوي على الاقل في الشوط الاول، كيف يمكن التغلب؟ احنا كل مره نقعد في الاستوديو سواء اهلي ولا منتخب نتكلم على كيف يمكن التغلب على اضاعه الفرص. التركيز مطلوب بشكل كبير، تركيز لعيبه المنتخب في الهجمات مطلوب بشكل كبير جدا. ممكن المباراه اللي جايه او في مباراه الدور ال 16 او دور الثمانيه لو تتاح ليك فرص كثيره جدا زي الفرص اللي متيحه دي، فبالتالي كل فرصة بالنسبة لكل لعيب هي الفرصة الأخيرة بالنسبة له اللي يقدر يسجل منها هدف. شفنا عبد الله السعيد بيضيع، شفنا مروان محسن بيضيع، شفنا محمد صلاح بيضيع. خد بالك في نوع برضو أنا شفت امبارح في المباراة يمكن نوع برضو من النوع أنا عايز أسجل هدف. مش عايز أقول نوع من أنواع الأنانية يعني تمام، ولكن التعامل الفردي تمام. التعامل الفردي في بعض الأوقات يعني بيبقى جيد، ولكن في كتير من الأوقات بيبقى مش لصالح الفريق. امبارح المباراة قد يجوز ان هي كان ممكن تنتهي بنتيجه 1-1 في اي وقت من الاوقات، فكون ان انت لازم تسجل الهدف الثاني بالتعاون بالظبط بالتعاون مع اللعيبه. يعني الفرص في بعض الفرص كان ممكن محمد يشتغل لوحده، وبعض الفرص كان ممكن يشتغل مع بقيه اللعيبه وعبد الله السعيد كذلك. في نقطه ثانيه مهمه برضو يا اسلام، صناعه الفرص وخلق الفرص. عبد الله السعيد امبارح وهو بيلعب كل ادائه انه عايز يلعب لمحمد صلاح، كل ادائه عايز يلعب لمحمد صلاح تمام. فدي كانت نقطه الحقيقه سلبيه جدا في اداء الهجوم للمنتخب. انت عندك يعني انت عندك ثلاثه موجودين قدامك، تريزيجيه وعندك مروان محسن وعندك محمد صلاح، لابد انك تتعاون مع الثلاثي اللي موجود في المنتخب. خلي بالك محمد انا ما شفتوش مثلا زعلان متضايق ان حد ما بصلوش، لا خالص ما بيبصش لحد اساسا، ده ماتش وبيرجع. ده ماتش وده لاعب وده تركيز وانت بتادي دورك وكل لعيب بيادي دوره. ولكن عبد الله السعيد كونه البلاي ميكر، هو صانع الالعاب لمنتخب مصر وليس لمحمد صلاح لوحده يعني. فبالتالي يجب انك تتعامل مع بقيه زملائك بنفس الشكل وبنفس الطريقه. احنا بنثق في صلاح، مهم ان لعيب مهم جدا ولعيب مؤثر بشكل كبير جدا بالظبط، ولكن خلاص انت لازم تشتغل مع كل اللعيبه عشان تقدر تخلق فرص ثانيه. مش معقول انت كل كوره بتستلمها من ناحيه اليمين بتحاول تبص وتلعب الكره الطوليه، خلاص الفرقه حفظت الاداء اللي بيقدمه منتخب بالظبط. خلاص انت بقى عندك رقم 15 ورقم 5، واحد بيمسك والتاني بيعمل التغطيه على محمد صلاح، فعندك خلاص مساحه في قلب الملعب تقدر تشتغل عليها. واحيانا كتير قدرنا نشتغل حته الدبل باص ووصلنا كتير جدا لما كنت تشتغل في العمق وكنت تشتغل من ناحيه الشمال اللي هي شمال منتخب مصر يعني، وقدرت توصل اكتر من مره. فبالتالي لازم يكون عندك تنوع شويه عشان تقدر تخلق فرص. التنوع دي الاهم من انك يعني تضيع الفرص، انك تخلق الفرص دي. تمام، الكرات الثابته والتنوع والترابط زي ما الكابتن ماهر والكابتن فتحي والكابتن بلال قالوا لنا، دي اهم الحاجات اللي لازم نشتغل عليها خفيف الاجري خلال الفتره القادمه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني غدا ان شاء الله، ثلاث مباريات هامه جدا، المغرب وناميبيا، هنشوف المغرب هيبقى عامل ازاي في تمام الساعة الرابعة والنصف، والسنغال وتنزانيا في تمام الساعة السابعة، أما في تمام الساعة العاشرة الجزائر أو المنتخب الجزائري سيلاقي منتخب كينيا في مباراة في استاد الدفاع الجوي، والسنغال وتنزانيا في الدفاع الجوي، أما المغرب وناميبيا ستكون في استاد السلام. كل التوفيق لكل المنتخبات الوطنية، ونشوف إن شاء الله مباريات جيدة بكرة في اليوم الثاني أو الثالث بقى بعد يوم أو اليوم الثاني بعد يوم الافتتاح. نشوف ان شاء الله مباريات جيده افضل من مباريات اليوم. النهارده اخيرا كانت مفاجاتي اليوم في مباراه اوغندا وفوزها على الكونغو بهدفين، وهذا المستوى الذي ظهر به المنتخب الاوغندي. ايضا التعادل الايجابي ما بين منتخب مدغشقر الذي يظهر لاول مره في بطوله كاس الامم الافريقيه مع منتخب غينيا. دول المفاجاتين اللي حصلت النهارده، بنشوف بقى بكره هل هيبقى في مفاجات ولا زي ما كابتن فتحي وكابتن ماهر وكابتن بلال قالوا
منتخب المغرب سيفوز ومنتخب السنغال سيفوز ومنتخب الجزائر. بكرة هنشوف هذا الكلام. ما تنسوش هنكون متواجدين مع حضراتكم بكرة في تمام الساعة 11. انتظرونا وحلقة جديدة من كان 2019.